أمس تكلمنا على السيستم هاكينج كونسبت. طبعا تكلمنا حتى عن نتورك سكاننج ودرنا شويه عملي عن نتورك سكاننج وفي بروتوكول ريكونسنس اخر صفحه اخر سلايد فيه. اذا لا معكم في مشكله في حاجه في السؤال لكن نكمل بعدين. فاخذنا بعدين عن السيستم هاكينج نظريه شويه تعريف وخطوات سيستم هاكينج اللي هو نفس الخطوات تاع هاكينج ان جنرال اللي كنا قبل غير مكتوبات بطريقه ثانيه. يعني اهم حاجه يعني اهم نقاط عندك هنا اللي هي ريكونسنس وسكانين وبعدين انك تحصل اكسس في مجموعه طرق. بعدين لما تحصل اكسس يمكن اكسس هو مش روت اكسس ولا مش ادمن ولا ما عندك الصلاحيات اللي انت يوصل السيستم من خطرهم. فلذلك تبي تدير لوكال اتاكس منهم زي اسكليتنج بريفليجز كاش اتاكس هوريزونتالي كان يعني نبي نخش يوزر ثاني عنده صلاحيات مختلفه لكن مش سوبر ادمن او فيرتيكال بريفليجز كاش تخص واحد عنده صلاحيات اعلى زي سوبر ادمن سودو روت. بعدين في حاجه ثانيه نبي نقعد عندي اكسس ما نبي قديش بنحتاج باش نكمل المهمه بتاعي فبنزل باك دورز كي لوجرز سباي ويرز وغيرهم على حسب حاجه بتاعي. بعدين في النهايه نبي نمسح اي دليل او اثر من النيكود الموجود في السيستم فنبي نمسح سيستم لوجز وكوماند هيستوري واني اذر ريكورد بتاعتي. طبعا هو يمكن في بالنسبه للكلير لوجز يمكن انت ما تديرش كلير لوج كله كله يمكن تمسح حاجات معينه انت خبيه امريكا يمكن حتى ان اللوكس هاز بين كلير يمكن بروح عندك ايش يكون اخذنا كيف يعني شويه نصائح كيف نحمي نفسنا نحمي سرنا خضراء. اهم حاجه الوعي لليوزرز وبعدين استعمال انتي فايروس والانتي مالور سوفت وير والفاير وولز والسيم سكيورتي انفورميشن اند ايفنت مانجمنت تولز. اهم حاجه نبو ديتكشن سيستم كويس نبو اليرتنج سيستم كويس نبو الثريتس اللي هتبي ديتكت يوسف وبيسال سكيورتي از فاست از بوسيبل بس تصير في ريسبونس بعدين من السايبر سكيورتي وتبي تقعد تدير ابديتس للسوفت وير بتاعك كل ما تنزل ابديت جديده بديت ابديت سكيورتي ابديتس تدير ابديتس لأن vulnerabilities ديما ينزلوا vulnerabilities جديد وتبي تخش في online security communities وتشوف security news هذا بيك بس تقعد ديما توصف معلومات جديدة. أخذنا شنو هو المالوير فيروسز عرفنا المالوير شنو هو عندنا أنواع من المالوير فيروسز فايل فيروسز مايكرو فيروسز مثل بوت ريكورد فيروسز بوليمورفيك فيروسز فيروسز. الاسامي ديما لها علاقه بنوع كيف يشتغل الفيروس نفسه لكن هو ما يمكن يكون كومبينيشن مع حاجه زي هيك فما في شكل معين. في انواع ثانيه زي التروجان كما فيهم انواع معينه على حسب الهدف الرئيسي بتاعها. الهدف هذا شنو ديستركشن ديتا سندنج ريموت اكسس وهكذا سكيورتي سوفت وير سيبر السكر انتي فايروس. بعدين في انواع ثانيه زي وورمز وروت كيتس اللي قلنا امس. وورمز يعني انه بدير بروبوجيشن في السيستميات وروت كيت يمكن يكون انستول داخل كيرنل او بطريقه صعبه انك تحميه وممكن حتى لو بدير فورمات تبقى اسمه يتنحس على حسب انواع اليوم نبي نتكلم على vulnerabilities نبي نعرف vulnerabilities بنعرف كيف نلقى vulnerabilities في السيستم. عندي لينك معين فيرجن معين نبي نخترقها عندي لها كيف نوصل من بورت مفتوح حاجة هي أو حاجة يمكن تكون local attacks طبعا في مجموعة في attacks ممكن تصير داخل الكمبيوتر نفسه local attacks نتكلم عن privilege escalation. ففي لوكال اتاكس زي البريفليج اسكليشن اتاك وفي اتاكس تصير اوفر ذا نتورك في العاده تستهدف برنامج فيه كونفورت في النتورك تمام. فشنو هي فولنربيلتي تعريف فولنربيلتي فولنربيلتيز ار كلوز ان الكمبيوتر سيستم ذات ويكن ذا اوفرول سكيورتي اوف ذا ديفايس سيستم
vulnerabilities هي أخطاء أو نقاط ضعف في الناس كمبيوتر يضعفوا ال security system بالكامل. يعني ال security system تضعف كل ما فيه vulnerabilities فيه. ال vulnerability هي مجرد كأنها خطأ، مش خطأ فلو بس إنك ترجمتها فلو نقص ضعف، مش نقص ضعف، ويكس ضعف فلو زي هي نقص ضعف تعتبر نفس الشيء غرب لغز كمبيوتر يعني مش بلغة العربية تقول لي في كلمة مثلا أحسن مو من تسمع نقص ضعف تغرب تغرب إيه تغرب أوكي تغرب كلمة فلنبيت فلو كلمة قريبة للخطأ عشان جوجل عشان نحصلوا المعلومة والتحكم نقدر نوصل فيه عن طريق النتورك عن طريق اوبن بورت او حاجه زي هي والبرنامج هو يكون فيه خطا برمجي او حاجه زي هي يسبب ثغره امنيه عن طريقها يمكن نوصل للسيستم تمام. ففي نتورك كونابيلتيز في اوبريتنج سيستم كونابيلتيز اللي هي شبه كلها لوكال اتاكس زي البريفليج اسكليشن اتاك يعتبر اوبريتنج سيستم كونابيلتي هو يمكن كونابيلتي مش في الاوبريتنج سيستم إذا هو يمكن في برنامج ثاني موجود في الأوبريتنج أو مع الأوبريتنج سيستم فيسبب ديما في لوكال أتاك. في بروسيس فولنربيليتيز زي ما قلت لك في برنامج مرات فولنربيليتي مش في الأوبريتنج سيستم نفسه في بروسيس مش جزء من الأوبريتنج سيستم يعني البروسيس هي لو مش موجودة يشتغل من الأوبريتنج سيستم مثلا يمكن فيها فولنربيليتي. Process vulnerabilities يمكن تكون واحدة من الظواهر يعني هي في process معين عندي فيها vulnerability يمكن تؤدي للوكال اتاك ويمكن حتى في نفس الوقت تؤدي للنتورك في human vulnerabilities يعني ان عندك human factor في شركة أو المؤسسة بتاعك هو يسبب نقطة ضعف أمنية يعني الإنسان هو يمكن عنده أجهزة أجهزة مش مأمنة يمكن الوعي الأمني بتاع السيرفيس سكيورتي ضعيف جدا فيمكن الناس هي تكون نقطة ضعف يمكن يستغلوها أتاكرز ضد المؤسسة بتاعك. فهذه in general أربع أنواع من vulnerability تعريف vulnerability مش ما يبدأش في غموض في إيش معناها vulnerability تمام. نبقى نعرف إيش معناها vulnerability database A vulnerability database, VDB, is a platform aimed at collecting, maintaining, disseminating information about discovered the computer's security vulnerabilities. يعني هي مجرد database فيها معلومات يعني تبي تطلق وتدير update لمعلومات على الأخطاء البرمجية أو التغيرات البرمجية اللي تم اكتشافها في السكيورتي سيستم. فقلنا ايش هي vulnerability database. vulnerability database VDB is a platform aimed at collecting, maintaining and disseminating information about discovered with security vulnerabilities. يعني هذه مجرد بلاتفورم عادة تكون اونلاين يستعملوها عادة كبير الناس الهدف منها هو تجميع وتحديد معلومات وتوزيع معلومات على التغيرات الأمنية اللي تم اكتشافها. هل نقدر نقول أن الفولنربيليتي هي نفس السكيل انجكشن؟ الفولنربيليتي داتابيز ما هيش الفولنربيليتي داتابيز هي الـ NVDA باينست ولا بولن دي بي ولا اكسبلويت دي بي هذي كان مش تلقى مثل أركايف هي الفكرة التغيرات الموجودة مش تكتشف تبحث عن
هي الفكرة هي الفكرة منها إن أنت لما تقطع المدة تاع probability فكيف بيحلل الشيء لما بيدير سكيب مثلا على نظام تشغيل ولا أجهزة كيف بيعرف إن هذه تغلط قبل الافتراق ولا صنف له ولا ميدي ولا هذا الداتا بيز دي عندنا فوق لأن أقول لك كمان أي تغلط تطلع هي تنضحك إن هذه تغلط وحلها كذا كلها مجمع في داتا بيز واحد فلذلك لما بيجي الشركات يكون حتى في شركات خاصة بالشيء هذا ايه وغالبية الشركات دي منتجة للسوفتويرات مرتبطة وفي لينك منهم مش يعرف وش يقدر يغذي النظام اللي عنده بالتغيرات هذه بالضبط. فهو يعني في العادة انت بتستعمله على شكل ويب سايت، ويب سايت فيه سيرشبل فيه مثلا اخر تغيرات وحاجات زي هيك وفيها كاتيجوريز تاجز وحاجات زي هيك بتساعدك انك تلقى تغيرات معينة في سيستم معين وتبحث عن سيستم معين تشوف اخر تغيرات طالعين فيه مثلا ويندوز 10 حاجات زي هيك سوفت وير معين وهكذا. ف database هي will customarily describe the identified vulnerability, assess the potential impact on specific systems, and any workarounds or updates to mitigate the issue. يعني ال database هي العادة بتكون فيها description أو وصف للثغرة الأمنية اللي تم اكتشافها، بعدين بي زي ما نقول في assessment أو تقييم لل الامباكت اللي يمكن يديرها الثغره هي على السيستم اللي هو فيه الثغره هذه. بعدين بيعطيني اي حلول او ابديتات بس ما عادش تصير المشكله هي، كان انا عندي نظام فولنربل الثغره هي، يعني فيه الثغره هي مأثره فيه، كيف نحلها لي انا؟ ديما في يكون يا ابديت يكون في حل معين ورك اراوند يمكن نديره بس نطلع من الثغره هي. تمام. داتابيز تعطي يونيك ايدنتيفاير لكل فيلابيلتي فيلابيلتي كاتالوج از ان اوكي. في العاده اليونيك ايدنتيفاير يجي سي في اي. العاده يجي اسمه سي في اي بعدين يير هنا سنه أربعة ديجيتس كتير. بعدين يجي تقريبا سبعة أرقام ولا أربعة أرقام ممكن ما فيش رول على الأرقام بدش رقم سنة هذه تابتة أربعة ديجيتس فور ديجيتس. وبعدها هنا يقول أن سبيسيفايد يمكن حاليا حيكونوا ممكن أربعة حاجة شنو يسمو فيلتر الأخير يونيك ايدنتيفاير من هذه الفيلتر يونيك ايدنتيفاير. تمام. احنا بعد شوي حناخدو اكزامبل على vulnerability privilege escalation attack دي بالغلاب اسمها CVE 2023 أربعة نينيل هي أتاك طلع في 13 مش عارف فاتو Privilege Escalation Attack Vulnerable لأي Red Hat System 8.4 و New One اللي قبل مش Vulnerable بعدين نزل Update Vulnerable حتى Versions معينة في Fedora و Debian و Ubuntu يمكن شبه كل Linux. تمام. هي Privilege Escalation Attack طيب متى 10 يعطيك انت تكون يوزر عادي بتصير شوي ثاني بنقله. فهذا يعني زي نقول اكزامبل اللي شكل ال الكود بتاع فولنربيليتي بتيجي تنكت عليه في المواقع زي نقول هو ستاندرد معين زي نقول المواقع كلهم متفاهمين ان هذا لما تسجل فولنربيليتي هتلقاها في جميع الفي دي بيز على نفس الكود دي دي دي. تمام. Or alphanumeric designation. طبعا هو في يمكن يكون في كودات ثانية من هو العادة الكل يكون سيدي في سبيدي بي وفي اللي هو في السنة كده. Information database can be made available by web pages
الأكثر يكون مستعمل فيها مالت الفلوس، لكن تقدر تدير حاجة ثانية زي اكسبورتس أو تستعمل API معين، يكون في RSS feed يمكن الحاجة زي وبيدي بي يمكن تعطيك information ببلاش for free زي نست أو بالفلوس ممكن يكون في subscription معين بس تخش الموقع أول أو يمكن في اثنين combination حاجات free حاجات paid واحدة. تمام كويس كيف هي هذا البلوك اوكي. عندي اكزامبلز مثلا او اكزامبلز لل في دي بي اللي هي فولنربيلتي داتا بيس. فولنربيلتي داتا بيس فيه ما اكثر واحدات مشهوره ام بي دي باينست اللي هي تبع اليونايتد ستيتس جفرمنت ممكن ينقلون فور فريد ساموير في اكسبلويت دي بي وفون دي بي في سي بي انا اكثر وقتين ساعه فيهم انا شخصيا اللي هو ام بي دي باينست وفون دي بي. تمام هو عباره عن مواقع تخش عليها بتلقى داتا بيس بيستعملها بكتير مختلف انا ساعه فيها عن طريق البراوزر تخش تبحث على اي حاجه تبغاها اوبريتنج سيستم سوفت وير معين سوفت وير معين على اوبريتنج سيستم معين اي حاجه تبغاها ممكن يطلع لك اخر فولنربيلتيز هو حاجه ثانيه فيري فيري يوسفول تقدر عليها تشيك مرات فيري 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 يوسفول لما انت تكملت مرحله الريكونسنس والسكاني اكتشفت برنامج معين على كوارت معين ممكن تكون اكتشفت حتى فيرجن نمبر بتاعه بعدين المرحله اللي بعدها بتحط المعلومات اللي اكتشفتها انت هنا بس تحاول تلقى فولنربيلتي للسيستم اللي انت مستهدفه بعد ما اكتشفت عليه انت معلومات نقدر نكون سكان يعني. فاحنا مثلنا فولنربيلتي مثلنا ريكونسنس فوت برينتنج سكان طلعنا مجموعه اي بي ادرسز مثلا طلعنا بورت مفتوحين عرفنا على السيرفيسز اللي رننج اون ذوز بورتس وبعدين حددنا مثلا بروتوكول فيرجنز او سوفت وير فيرجن نفسها اللي تخدم على تبع سيرفيس اللي تخدم السيرفيس هي وبعدين في النهايه بنحط المعلومات بتاعي في فولنربيلتي داتابيسز باش نعرف هل الفيرجن هنا فولنربل ولا لا يعني مش فولنربل توا يمكن نستنى قدام مش هو اللي فولنربل ولا لا يمكن نودي RSS feeds وسكريبتس باش يحذروني لما تطلع وتغرق قدام لحاجه معينه قدام باش انا مثلا نستعملها فولنربل ففي كذا طريق لكن هو فيري 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 يوسف نتأكد فيه وحنا نديروا على اوكي خلوا دور على الموقع يا شوفوا كل شيء فلو قال لك عيب يعني في عيب في الصف قال المعنى احسن في الصف المعنى عيب او خلل لك احسن من مش اسمها تغرق فولنربيلتي هي تغرق هذا يعتبر عيب او خلل والبرنامج ادى الى تغرق كلمه فلوس معنا هذه تغرق كنت نقرا عليها امس طبعا مجرد بحثت على تغرق جديده في كرب الاسكريشن تاك لقيت واحده واستعملتها يعني انا الثغره لقيتها جديده يعني مش انت بتقعد حافظ الثغرات بتستعملها من دينا مره بتبحث وتلقي ثغره جديده بتتعلم كيف تستعملها وبعدين تستعملها بتجربها او بتصلحها عندك في السيستم بتاعك حاجه هذا الموقع نست دوت جوف انا فتشت الويب سايت في يونايتد ستيتس جفرمنت اوكي هذه ناشونال انستيتيوت اوف ستاندردز اند تكنولوجي يو اس ديبارتمنت اوف كومرس وزارة الاقتصاد الأمريكي تمام تمام فوزارة الاقتصاد الأمريكية هم داروا برنامج اسمه NPD National Vulnerability Database يعني Vulnerability Database بتاع الولايات المتحدة الناس في عندرين واحدة للشعب كله لك تستعملها في هالكافة
غير من الاي اي زي من الحاجات ثانية ف هذا الموقع شوفوا كيف هي بكتب في الموقع شوفوا هنا مدايرين ان فيه فرابيلتي جديد بعد الاخبار وهكذا هما يدور في السيرش حاليا فرابيلتي سيرش أنا أعرف اسمها البروبيلتي اللي هو فعلا لكن تقدر تبحث في حاجة ثانية نحن حاليا بنبحث باسم البروبيلتي نعرف عنها سي بي اي 2023 4900 يمكن انت تعرف شو تشوف ان المدينة سيفيريتي 7.8 هاي اوكي بفر او بفر اوكي عندي نجرب كان تمسح الورق هذا ممكن نقول هذا كلينكس ولا مش بالوحدة مش بهذا بس عملها لا حتى مساعة حتى مساعة عادي لا فالإكسبلوس هي عبارة على بفر أو أوفر فلو فولنربيلتي تمام لما تجي تدور في فولنربيلتيز في النت على طريق الأوبزرفيشن بتاع النت لاحظت إن مجموعة كبيرة منهم بفر أوفر فلو بفر او فلو اكسبلويت الفولنربيلتي كيف منين تجي؟ في العاده تكون ليها علاقه
بلو ليفل كود لو ليفل بعد النقطة هذه
فتولي انت بدال ما هو يدير في حاجه طبيعيه مثلا يفضي في البنفر ولا مش عارف شو يدير البنفر نفسه حيبدا ينفذ كلامك انت تمام. انت هذه ريموت كود اكسكيوشن يعني انت هنا بالبفر اوف فلو غير ادت لريموت كود اكسكيوشن vulnerability. واضحه ولا مش صعبه؟ هي صعبه هي لها علاقه بالبفر شوي. انا متصدق ان بقول في المرحله اللي بعد البفر لما يتعب الاستراكشر لما توصلها تبقى كود انت بيبدا ياخذ الفيتش بالذات يعني هو مرحله ديباج ديباج هذه انت لما عملت ديباج انت هذه تدور في بق في السوفت وير بتاعك مالهاش علاقه يعني انت اول كلمه فيك السوفت وير هو خلاص شايف هو يخدم هو فيه يعني مثلا اتصل انا بهاشم هو يستعمل في بويب هو متصل به ويستعمل فيه عادي بروتكشن يمشي للداتا اللي تستخدم فيها ويحرك فيها مثلا فويس داتا بعدها بعدين في سبيكر تمام بس يخدم صوت. ففي فولنربيلتي هنا انا نقدر نبعث الداتا بطريقه معينه انها تطلع برا من البفر بتاعها تطلع من الادرس بالميل اللي المفروض فيه مش انت عندك رام في الجهاز بتاعك رام فيها مجموعه ادرسز ولا الرام هي البفر هنا يسكن هنا في الادرس هو مثلا ادرس 3 ولا اي حاجه تمام الاستراكشر اللي بعده في ادرس 4 مثلا هنا انا لما نطلع من البفر هو بتمشي هنا الداتا بتاعي هنا في كود حاطه من قبل السطر هو موجود هنا هو قبل فانا بنمسحه ومس يعني بتكتب عليه تقول اوفر رايت وبنحط هنا الريموت كود اللي نبي يسوي له اكسكيوت فبدل ما البرنامج بينفذ دائما الكمبيوتر بينفذ الانستركشن الجايه في البرنامج حينفذ الانستركشن اللي بعتها له هنا بالبفر اوف فلو فهمت كيف ولا لا؟ ايه اللي حطيتها تو في البفر هنا طلعت من البفر بفر اوف فلو اللي داير وصلت هنا كان في انستركشن هنا حاطها البرنامج اللي كاتبه ديفلوب انا حطيت كود مكان كود هو لو ليفل كود لو ليفل كود فالكود هو وصل لنا وعندي انستركشن هنا في التارجت كمبيوتر بتاعي بعدين الار سي اي هو بنستعمله وبنزل بيه مالوير عرفوا عربي كود هو جيت مش نقول persistent access هو persistent access معناه لما يدير ريبوت يقول ولا كلمة معينة جيت مالوير انستول مالوير انستول عن طريق الانستركشن هاي بننزل مالوير حتى هو بيسكن في الرام مش حيكون بيرسيستنت الا كان هنا بيقول بيرسيستنت بنحط بعدين هنا مالوير هنا ممكن يكون اتاستو بروسس ولا حاجه يعني ما عادش بنستعمل برامج يعني خلاص وصلت في السيستم عندي انستركشن هنا ندير نبعث عن طريقها مالوير وبنحطها مثلا ندير بايند سيستم بروسيس ولا حاجه زي هيك مش معش يبان ويقعد يفتح المالوير هو المالوير هو بعدين بيتصل بي انا بيتصل بالكمبيوتر بتاعي بيقول لي كان عندك اي كوماند تخدمه في التارجت احنا خلاص اتفقنا على هيك فهذا عدد كبير نسبه كبيره من الاكسبلويتس ياخذوا بطريقه هاي في هلبا بفر اوف فلو فلوس في الـ 13 13 23 2 دولار تمام هذه وين ببلش ببلش باي ريد هات فلذلك في هلبا بفر اوف فلوس بفر اوف فلوس زي ما قلت يصيروا فقط شبه فقط في اللو ليفل كود علاش؟ الخطر انا لما نستعمل لغه برمجه مش سي مثلا بنستعمل جافا اللو ليفل كود هو مكتوب من قبل نستعمل كلاسز موجودين من قبل البفرز والحاجات هاي
فمش حصير الكود مش حصير المشكله، لكن في مشكله الفولنربيلتي ما انا مش الكود بتاعي الجافا لانجوج نفسها كان في حاليا ما فيش، لذلك انت كلمات تستعمل جافا باذن الله مش حيصير بكر او فلو لكن كتبتها بروحك انا فيك انت تمام ايه فانت اللي بتستعمل ما عاد بتستعمل لانجوج تقدم الك تعرف شو تدير بالضبط اللي بتستعمل لغه برمجه سيف فيها سيف تايب تشيكن وفيها الحاجة هاي مخدومة من قبل وكود قديم وليها هالبسين يخدم وفيش عليه تغيرات بس استعمل تبي سيف لانجوج زي جافا زي رست حاجة تانية فيه تمام اللو ليفل لانجوجز هما اللي ديما يصيرون الحاجة تانية وزي ما تعرفوا لينكس والويندوز والماك كل اوبريتنج سيستم كلهم مخدومين بلو ليفل لانجوجز فهيك البونابيلتي هي ممكن اشهر حاجة ان شاء الله وصلت الفكرة ولا صعبة شوي كتنصب فرمت عنه انك انت تخش في الرام تاع جهازك هو يستقبل الداتا بتخش تحط في الكان المفروض هذا من هو السبب الرئيسي انه درس تغير التمريات هذه خطا من الكود خطا من الكود تاع البرمجه اللي كتبها خطا هنا في باكت ريسيفر الموديل هنا في خلل فني هنا هو يخلي فيه يعني في تشيكس معينه ما دارهاش خلى الداتا تخش تطلع من البفر تحت هيك تضغط في حاجه زي في سي لانجوج سي بلس بلس اي حد يمكن يديرها خطا زي هذاك المفروض ما تنساش حاجات زي هذه ولا كان كان يتعرف شو تدير بالضبط جو ثرو ريجل السيستم فهذه الفولنربيلتي درنا عليها بحث في موقع NVD بتاع نست.gov وبيناها هنا تمام طبعا الفولنربيلتي حاليا اندرجون ري اناليسيس ما يبقوا يزيدوا يعرفوا عليها المدى بتاعها بالضبط الضرر هو المواصل او حاجه زي هي داروا لها اناليسيس قبل لك تو خشرين ونص طبعا لاس موديفايد الاسبوع اللي فات تخمين صفات بهاي والسورس بالذات انكوربريت تمام description a buffer overflow was discovered in the GNU C library dynamic loader LD.so في library هذا يعتبر يمكن بالخدام process vulnerability يمكن نسميه process vulnerability مش بالضبط operating system vulnerability لكن يمكن GNU C library هي dynamic loader موجود في كل Linux systems فممكن حتى تسميه operating system vulnerability حسب كيف ما تبي تشوف المهم هي لايبراري استعمل فيها العديد من البرامج برامج بتتم في لينكس وبفر اوفر فلو هو يصير لما هو يدير في بروسيسنج لانفايرمنت فاريبلز كولد جي ال بي سي تونيبلز في انفايرمنت فاريبلز تعرف شو هم انفايرمنت فاريبلز فاريبل نحطها في التيرمينال بتاعي بعدين يستعملوه سكريبت او البرامج اللي عندي في السيستم في الشيرم سيشن بتاعي سيشن تعتمد بتاعي تيجي تضيف هذا variables فvariables هما حتى هما attack surface حتى هما تقدر تضيف بيهم attack لأن هي بمجرد variable يقرأ فيه برامج في السيستم فاكتشفوا إنها فصلة حتى هو buffer overflow في environment variable هو والإشي هي تخلي local attacker يدير maliciously crafted environment variables لما بيخدم الباينريز بي اس يو اي دي بيرميشن ويخدم كود وتليفيت بريفيس يعني كل روت زي ما انت يزرع دي توريد في السيستم هنا هنا لما نستعمل فولنربيلتي هي انا اوريدي عندي اكونت في السيستم بس استعمل فولنربيلتي لكن ما وصلتش لحظه الروت مانيش روت يعني يوزر عادي ما عندي شويه بيرميشنز اني يعني اقدر نخدم بايثون بس يمكن نبي اكسس للنت لكن نكتب الكود حتى من غير اكسس للنت هذا فمش مشكله حاجه وحيده انك تبي تقدر تنزل يعني يكون في بايثون من قبل لان انت لو مش روت مرات ما تقدرش تنزل في الاكسبلويت احياء بالذات يعني تبي بايثون 3 انستول باقي سي وكي موجود من قبل فكان عندك بايثون 3 والفيرجن تاع لينكس تاعك فولنربل تقدر تستعملها يعني تمام وفي مجموعة references في bug في red hat
طب قبل ده قدرين تكتك سيستم اسمه بقى زي ديزو ها باب عنده رقم معين وعنده رقم الدغرة متاحة جي لب سي بفر اوفر فلو ان ال دي دوت اس او ليد انتو بريفليج اسكليشن تمام نيو و برودكت سكيورتي ريسبونس هاردوير اول هاردوير او اس لينكس هاي برايورتي هاي سيفيرتي بفر اوفر فلو ديسكفر هي نفس الدول زي ما فكري طبعا اوبن سورس بروجكت تشبه حتى الكود نفسه كيف وتصحح بتاعك السورس كود كيف تتفرج كان عندك نيه تتبع الموضوع شويه وتشوف السورس كود الكوميت نفسه اللي غير نغيره بالضبط الكود هو كيف صلحه الكود هو ولا ما يكون بعد انت اللي تتعلم عن هذا لكن طبعا دايرين حتى ورك اراوند المشكله هذه في صوت ورك اراوند طبعا اوبن سورس ورك اراوند تقدر ابديت او داون جريد اللي قبل بدات اي كود فور وفي ورك اراوند ثانيه تحاول نلقاها نقريتها بنتي قالت في الجي لب سي فيرجن 2.34 بتاع ريد هات لينكس 8 2.34 هي الفولنربل تمام وهو ال 2.28 مش فولنربل وتقدر تشوف الكومنت الاضافات مع الجي لب سي اللي خلاتها تولي فولنربل الكود نفسه كان عندي دور في الكود طبعا مش كود الكورس كان عندك مين تقدر تزيد تقرا عليه الموضوع فن صراحة خذ المعلومات مليحة نحب نقرا عليه مرات This is not originally affected by this vulnerability However, the commit that introduced this vulnerability was backported to 8.5 making this version an onward vulnerable يعني حتى ال 8.4 مش vulnerable طبعا 8.4 واللي أقل مش vulnerable 8.5 هو vulnerable في رأيك لدها طبعا هذه very modern version يعني انت يمكن تو تلقى هالبس دوات فيهم vulnerability هي تحتاج اي يوزر اكاونت فيه تولي يوزر وتولي روت تمام ميتيجيشن كيف نحمي نفسي من ال vulnerability هي for customers who cannot update immediately and do not have secure boot feature انا ما مش فاهم بالضبط شنو علاقة secure boot في prevention vulnerability هي لكن في لها علاقة شكلها لكن ريد هات قالوا يمكن secure boot المهم الإشي هي تقدر mitigation by using the provided system tab script with the following steps when enabled any setuid program invoked with the variable هو will be terminated immediately work around إنك تستعمل script يخلي أي حاجة تعمل تخش على variable هو تغير فيها أو تدير على access تنتهي immediately process هذه work around مش يبين ندير أبدأ كان بديش ندير أبدأ تول يسبب الناس فتلقى تبس مليحه طبعا ردات مدى بيهم ردات سيستم تاعك السكيور فيبقى يبعثوك باذن الله نصائح كويسه هيك تنزل باكجز هي وهكذا ندير لك توتوريال طبعا هذا الموقع رسمي من ردات التوتوريال هي تقدر تتبعها عادي كريت فولوينج سيستم تاب سكريبت نيم بلوكس سي اي دي تونيبلز بتستي بي هذا عباره عن سكريبت جدا هذا يحل لك مشكلة لو تستطيع ما بيجي هذا تمام أنا مش حنزيد نقرأ عليه الموضوع لكن تقدر تقرأ عليه بعدين هو يمكن يكون فيه شرح على البفر أو الفلو أنا شو مستوى التابعة من أي حقيقة أنا اللي حقا أن في ناس الفاعل هم مش فاهم غير ما حد هكذا
ما نعرفش من مش تعرف هم كيف كانوا وصلوا لها بالضبط، لكن هم هذه الطرق اللي طلعها ريد هات. ريد هات هل في حد يعني قبل ما حد يعني هاكر استعمل حول ليش فوق على اسم حد زي تنتمات عندهم جروب اسمه زي بداية نشتر خاصة انه هو يدور على البرنابلتيز موجودة فقط او درست من الانترسوفت يقرب حد مطصير وهم اول من يكتشفوا فاها ما حتى هاكر يمكن حتستغلها اكيد اكيد. طب احنا ما نعرفوش من يجي شافها بالضبط، هي طلعها ريد هات كيف طلعها، في حد يعني يكلمهم ولا هم من السكيورتي بتاعها مش معروف، لان بنعرف ان المعلومات المكتوبه في الموقع بالضبط يعني قصدي المعلومه هي الاوبتيوت اللي هاكر عملها تو كان تلقى سيستم هيك اندوايد ايه، لكن انت المفروض هي من هو ما يعرفه الهاكر انت قبله في نفس الوقت عرفت تحلها طول. فهمت قصدك؟ لا لا. انت طريقك عندها. انه فهمت سيئة. هو الهاكر بدي يتبع سيرفرهم دي يقول. ده غلط جديدة. عرف انه في ضربة جديدة. تسبب مثلا او في نقطة معينة في مشكلة في الاوبريت سيستم. يقدر يستغل ان هو يهكر بها فيرجن جديدة. اي حد بينزل فيرجن جديد ويلقى ان هو منزل فيرجن جديد. هو طبيعي بيغير طول فيرول انه ورد اللي بيحس وقت هو يدور بالنسبه للفورابيلتي ما ليش علاقه فيرول انت في السيستم لا ما ليش علاقه فيرول انت في السيستم يعني انت يوزر يمكن يكون طبيعي من قبل او حتى مش جديد طبعا ليه نقطه بدي ابديت ايه تبدا فورابل لكن انت المفروض تدير ابديت بس تقول معاش فورابل بعد انت الفكره الهاكر ضروري يسبقك مره واحده بس باش باش السيستم تاعك اكيد ضروري تسبقك كل مره باش ما تخش معاك صح ولا لا ضروري ديما تدير الابديت وضروري تدير التشيكس تاعك ديما عرفت ولما بيسبقك المره هذيك يعني شغل اللي درته قبل كله يوسلس ضروري ديما تسبقك أنا راجع حسب ال في الفيرجن الجديدة فصل ولا نتى أكمل الفيرجن اللي أنا معه. أنا صحيح. فيها تغيرات أكثر من الأول. لك مش نفس التغيرات في الدبي. مش نفس لا. الفكرة وين؟ واحد من الحاجات اللي شفتها مرة بعض الصفرات المزينة في الابليكيشن المزينة في المنتج الجديد مش موجودة في الأول. فهي اللي فتحت تغير الموضوع هذا. خاصة من بورزات مفتوحات ولا لو كده تاكس هاي خاصة بورزات مفتوحات أنا ما سجلتش في الفونت بصراحة باش من الموضوع قد شركة نتاعها فيها شوية سوفتوير تبع أمازون وتبع حاجة ثانية سيرش نتاعك نفسها يبعث فيه سيرش اللوكل خاص الجهاز سيرش زي هذا هنا تكتب خاص جهاز دور برامج تبعث فيها أمازون بس يبعث لك دعايات بعدين بقصدك أنا شركة تدير في حاجة زي كده ما تدورش في السكيورتي نتاعك وكنت وصل ما باش يكون سهل باش يخشش الناس يشتت على الناس يساعدوا فيه زي ما يساعدوا في الوينز مش لنا احنا بكل هاي هنا نفهمك لو واحد طلع علينا من برا علينا شيء ايه سعادة ما تبيك تجرب وتعرف حتى تجرب وانت نفسه فيه فايدة انك تعرف تستعمل حتى تلقى هاي بس المرات تستعمل فهو عارف الشرح للمصاحي كيزا وفلو استخمارها سريع هي اوفرفلو كونديشن اذا بفر اوفرفلو where the buffer that can be overwritten is allocated in the heap portion of the memory generally meaning that the buffers was allocated in a routine such as malloc. Okay, how do you function? Is it? Okay. I see. Okay, fine. Out of bounds, right? شفت هي كتبت out of the bounds versus malloc. طبعا في concept تاني كنت عارفوه كان خشيت على بالي حسيت قلت واحد اللي هو array out of bounds exception. خاطر معركة انك عندك array مثلا حجمها 3 تكتب في الاندكس 4 ما فيش ولا بعطيك اري او اوت اوف باوند اكسبشن مظبوط صح باش ما يسالكش مش بيسالكش بكره بكره هذا ليس تنمر يا لان هي الفكره كيف عندك انت اري اري حجمها 4 يعني فصلها نقطه 0 1 2 3 ولا 1 2 3 لما تقول لها انت تبي تكتب في الاري هي وتحطها في رقم 4 وتحطها هنا في الاري الثانيه هذا ميموري ادرس برا من الاري
فهذا لاش يصير يعني هذا لاش في جافا في بار أو في سي لا سي شارب في لغات ثانية حيعطيك array out of bounds out of bounds exception بس ما يصيرش هذا يعني كويس إنك تستعمل لا هاي ليفل فيها سي وسي بلس بلس اوكي يعني فعلا سي فعلا داير حلفه كيفاش ده انا ما عنديش هلفه فعلا نكتب بالسي لكن مش سي بلس بلس سي بلس تمام تبوا نجربوا الاكسبلويت هي قبل لا نجربوها قبل بعدين نخش على الميد اكسبلويت فخلنا نحوله على جهاز الهواتف في لاب جيت لاب في النت على اساس لوجين وحده زيها بدون تطبيق ولا نص هي اسمها الحركة لوني تون لوني تون تقدر تدور على دير في جوجل مثلا تراي هاك مي ودير بعدين سي في اي 2023 4911 كلوك طبعا احنا لايف سيستم كل شيء نديره كل يوم سبتمبر نفس أمس سبتمبر نحسب له ضروري تعدل ساعة بتاعك طبعا مستخدم الكريبتوغرافي والسيرتيفيكيشن سيرت تشيكس هذا معناه بالتالي بتاعت الدروب والدروب أراجع إن شاء الله الساعة لا هو لا إيش اسمه لا لا نحكي على ساعة في الكمبيوتر يمكن لكن حتى هو بايدين قلت يخدمك على اساس UTC تايم زون كده يعني عرفت المفروض يخدمها ما نعرفش يمكن بطريقة من الوقت اوكي ايش كنت بدير هنا نبي ننزل بلاجينز بتاع اد بلوك ونبي ننزل نو سكريبت هاي قلت لك تبحث هيك في جوجل مش ما بعتوش لينك هنا مرات ونقدر نفهم لكن هيك اسرع طبعا لما بتنزل برنامج جافا تبي تعطي بعدين temporary trusted لتراك
بعدين تجي تدور فيه هنا يعطي فيه اخر اكسبكتيشن موجودات. طبعا هذا موقع تراي اكمي يعطيك لاب لبعض الاكسبلويتات اللي تنزل اكسبلويت يفتح لك لاب فولنربل سيستم فور فري تقدر تخش عليه اس اس اتش وتقدر تبدا. عندي البحث يعني غير الايكونز مش طالعين لي هنا مرمون لوني تونبس. اوكي لوني تونبس برينا حتى لوجو بوفر اوفر فلو هلبا حتى القام بوفر اوفر فلو ولا تكون صعب ان هي تقدر تقول بس هلا من الموضوع انت فارس تاخذ وناخذ السمات التحسين دي اللي تدير في سكان على الراب فمن صعب انه حتى الكود بتاعك لو ياخذ بفر وفلو يغلط غادي حي ياخذ ما بدناش حيورق له لان انت الميموري ادس خش عليه البروجرام لانجوج نفسه عنده على اكس يقدر يديره. لا لا نحكي على الراب نحكي على الراب قصدي هو البرنامج مسموح لاستعمل هذا الصداقة غير انت مش مسموح تتحكم ببرنامج من برا وتخليه يعبي زي ما تبي انت. ما هذا اللي قلته انا مره هو امس كتبت كود في السوشيال جربت اني اكتب حاجه على الرام بعد اللي فتحت فيرتشوال ماشين خشيت على الرام بتاع الجهاز تاعي حاولت اعدل فيها طول انتظار الشغل سمعتك وصلنا هنا فرسان عليه تقولوني تنبس تمام. طبعا تبي تدير اكاونت لكن مش حنعطوهم اي معلومات نكتب اسمي اي حاجه بهاي ايميل دير اي حاجه مو يعني المنظره ايميل أعطيه حتى سكيور باسورد حتى الكابتشا هي ضروري طبعا الكابتشا هي كما خدمتلكش ضروري تأكد ان جوجل ترست وجي ستاتك أو حتى على خط تمبراري ترست يعني مش نطلع معي فرما عندي بس هنا سيف أمي رجوع مش مشكلة مش تبي تدير واحد ل بس يقولوا له لفيريفيكيشن الإيميل لا شيء يعني بس أي حاجة يقول له بيجنر يقول له يمتين كبير الروح بتاع ستودنت مثلا تلين ايش حاجة تترش في اسمها 100% تمام هذا كله اللي ما تقولش فيه يرص اي حاجة وبعدين نولي لل دور السيرش وين يعني طبعا نسبح في اللينك لوطة انا بس نعرف ان هذا السيرش وين لان انا شو عليش عمار ان الفون تقصر جي دي الفون وين هون هيك عندنا اكونت ولا نروح مره ثانيه طبعا ضروري يدير جوين روم هي عباره على بوتن برصها هيك تو انت معه بالروم بعدين جيت بسيرش سيرش ماشين طبعا انا قريب دخته ومره استعملتها هو الماشين اللي يعطوها لك مش هي الماشينه هي اللي فصل ماشين عندها اكسس على هذيك يعني تقدر تتصل بها فتتصل عن طريق الستش من الماشينه هذه بدي ستارت ماشين استنى شوية قلت شو الأمور طبعا في صوص حاجات في بي ان هو كان كتير بتستعمل اوبن في بي ان يقول مفتوح ديما احسن بتكون تضغطه بالنسبة لي انا بدي دير اتاك بوكس يعطيك ساعة ساعة بس بعدها بتسكر تمام بس اتاك بوكس يوز ذا ماشين تو اتاك ذا ماشين يو جاست ستارت هو عداد عندك عداد هنا والاي بي ادرس تو بيكتبوه براسوية عندك ساعة تقدر تزيد ساعة تقريبا لا ترص عليك ما تخدمش ساعة واحدة نعم هذا في الفري ساعة واحدة كان تخلص عادي يفتح بزنس هنا هنا لك تقدر تخش بأوبن في بي ان يعني توقع أوبن في بي ان سيشن بإذن الله تقعد ممكن تقعد ترص تزيد أو هي مفتوحة المهم ما تسكرش عليها تو أنا إبدالي موضوع يخدم
طبعا كان صارت لك اي مشكله تيجي تفتح عماد المترسل كان كنت تنطيه تديرها هي بطنها هي يفتح كل شيء كله مترسل وليش من كان براوزر عادي كان في اي مشكله كذا قاعد تقول هذه وليش تقدر هذيك ما فيها فايده مرات مش حاجات زايده تدخل عندي انا عرفت بهاي الحاجات حتى يقول لي اسرع شوي مش عارف في حوش ما جربتها ما اشوف السباق من بوكر يعني فتكلمتكم اسرع مني سلو لا باك خذ كلنا خشين في الصلاة يذكر الأكاز سربونا بالمشين عندنا أنس طلعنا يوزر عادي ونحاولوا لي صح لي مثلا عندي 57 جيجا صح مثلا على فكرة حتى الورابيز الفلونس حتى ما كلهم بفروا في جدا في الشيء اللي بعد صح لا قصد تيجي تخش بفروا فلو اكسبلويت وتسكر هاتي فايرس بعدين لما الوقت تعب ما يا طبعا اللي جربت دوا على السرعة هي على السرعة هي السرعة اللي جربت هنا شنو ده قريب الكود وخشت للرام وقعدت عدد لما خشيت من الفيرتشوال ماشين عرفت شدني الانتي فايروس وعطاني حتى الاي بي بتاع مش ماشين انا كاش باك قالك النتورك بتاعي يعني انا عارف ان دي تاني بس في موضوع كيف كيف تطلع من كده في مستحيل خلاص خطوره لازم تطلع مشدود عرفت اكيد ما تنسى واحد انجليزي بري دور تريك شويه كنت شويه شويه رسمي مرات انت تقدرش تحميني هي لك على الاقل بعدها شوي فانا بنجرب ان بدي ركي وضع السرعه بس شوي افكر هذيك السكيورتي بتاع المسجد ونشوف لان عطل عندي هلبه بنزيد عطل اكثر من هيك بنجرب في الماك ندير الشعر حتى الوقت ماشي خلاص الحمد لله وباش دم عندي بها طبعا اللي تبي تعرف انا بشدير كوبي بيست بترس هنا كنترول بار اهو شفتها بعدين بترس على هيك كليب بورد وهنا دير بيست انا اللي بتكتب هنا بتكتب دير بيست من غير والعكس صحيح بتدير كوبي من غير بتلقاها هنا بتدير كوبي قصدك الكليب بورد تبع المنصه ما تخدمش طبعا لا الكليب بورد بتاعها هنا موجوده يعني اللي بنكتبها هنا بنلقاها غير مثلا هنا بتجي بعدين ترصها هي بنكمل ترصها هي بعدين تجي بدها تجي هنا بديرها هو كوبي بتجينا جاهزة فهمت كيف؟ مش موجود في كليب بورد بتاع لوندز معناها لا كليب بورد هيك دايرين تكس بوكس هذه الحاجة يعني حتضايقك تدور فيها تمام قال لك هو عنده اكسس وش تبي تدير يعني قلت عندك كلهم فيش معلومات مني نبي نفتح تيرمينال تمام نبي نتصل بالاي بي ادرس هو ونبي ندير يوزر نيم هذا الباسورد هو اوكي هذا الاي بي ادرس كيف ندير ندير اس اس اتش سبيس ندير اليوزر نيم نو جروب اد نعطي الاي بي ادرس 10.7.104 تمام هيك السنتكس اتصال بالاس اتش الاس اتش كلاين سيرفر داخل بس اس اتش سيرفر وهذا اليوزر نيم هيك طريقة السنتكس بتاعها كان بتكتبش اليوزر نيم بياخذ على اساس روت احنا ما عندناش الاكونت هذا انا الاكونت هذا هذا كيف بديرها بطريقة هي اليوزر نيم اد اي بي ادرس اوكي اد ساتسفايد بدير انتر
طبعا لما تتصل بالسيت بيقولك هل الفينجر برينت صح ولا لا. لما في ريل سيستم بتفكر بدك تتاكد منها بدك كان ليها البوابة مستوى الثلاثة انا ندور سوى الموضوع ديريس يقول يعطيني الباسورد الباسورد تلقاه هنا اعطيه الحجر بالكور بيس بس يعني ترص صحيح ترص كبير بس هذي ترجع هنا تقول له بيس انت بسم الله وخصينا اوكي داخل كيف تدير اي حاجه انت يوزر عادي انت قديش لي ورم لي 5 دقائق تمام من دكتور انا تريد تشوف مثلا ستورج بالشكل هذا عندي 5 دقائق ستورج 8 دقائق مستعملين كل المهم اللي كنا بدور فيه تقدر تلقى هنا انستركشنز للفولنربيلتي هنا لكن ما تربع معي يمكن احسن أعطيك طريقة أسرع يعني موضوع مش إنه هذا بيقولي كيف تستخدم الهيرس أوكي فأنا أوريدي في دايركتوري معين اللي هو الهوم دايركتوري بتاع اليوزر الأول أوريدي هم حاطين الفايلز بتاع الفولنربيلتي أوكي يعني أنا خاش على هاك بوكس واتو لكن تبي تدور الفايلز بتاعهم عندي في الجيت هاب في واحد اسمه ليش 3288 ده proof of concept بتاع لينيتنا بس اوكي في اكثر من واحد داير لكن هذا هو اللي جربته بتاعه هو عباره على 3-4 فايل فايل هو ريدمي فقط ميك فايل يمكن تستعمله بتدير ميك كوماند لكن يمكن تستعمله بالويكتي بس يعني بزود فايلات الناس موجودين وردت هذا قال لي كيف هذا بي او سي بنتجو كود ان بوك ان ذا ديناميك لودر هو الريفايرم لودر بتاع كود هاز بين تستن اون اوبونتو 22 ونوع تنسر في الميت جنرالايز بي او سي طبعا اظن حتى اوبونتو 22 برضه والريدات 8.5 او فوق وديبيان 10 ولا 11 و12 برضه فهم مجموعه كبيره بس كلهم جدد قاعدين يوز تو المهم هذا السؤال هذا كود لما تبدي تشوفه تجي هنا تتفرج عليه تبدي اوريدي هو في السيستم يعني فانت مش لازم تدير شيء فقط توضيحي كان النت خلانا نتفرج على راسي هذا مجرد سي كود وسط ان هي طبعا لوكال اكسبلويت بس الكود اللي دي اكسبلويت نفسه دي لها كومبايليشن على السيستم نفسه طبعا في العادة اتاكر زي ما يدير الكومبايليشن للسي كود على التارجت ماشين لان هيك يبدا مش لازم يدور حاجات معينة زي اركتكتشر السيستم نفسه كيف شكله كيف ما هو السيستم بالكومبايليشن بتاعها هو يدير الكومبايليشن يخدم عليه يديروا في سكريبت سكين يخدم ياخذ كود يحطه في جهازه يطلع منه في الباينري وبعدين يمسك الكود الاصلي بتاعه ويخدم في الباينري السكريبت هيك يخدم يديروا في الباينري هذا كود هذا كود الاكسبلويت نفسه في كود بايثون يصير جدا طبعا من بايثون احتمال تبي تغير اسم الباكج على حسب السيستم تاعك في كوماند حالتنا حين مش هنحتاج الديبوك لكن كانت تبدي تستعمل سيستم تاني من جيتا ما خدمش في كوماند اسمه read ELF تعطي مثلا الباد بتاع المان اللي هو البرنامج المان اوكي تعطي argument speed enter وبيعطيني اسم البرنامج هو هذا في اللوكال لينكس بتاعي خلاص هي النقطه اللي بدي اسويها على جيناها شنو هاش بي هاش داش بي هذا
دقيقة تكيه هنشوف لك برنامج سهل شوي هذا نايم هو برنامج كتابة هاي لا مش منيح هنشوفه مان إن مان أوكي إن مان خاصة هلبة أوبشنز أوكي شنو مو أوبشنز يعني أوبشنز أما فلاج تحطها معناها تبي أوبشن معين يصير لما ندير الداش كابيتال اف معناها فاست مود داش ار كان بورت سيكونسي الترتيب ديال نسق معين خيارات معينه انت بدك خيارات معينه زي مثلا انت تتعامل مع حاجه جوا وفي تشيك بوكس تقدر تشيك بوكس هو اكسبت تيرمز مثلا عرفت التشيك بوكس انا موافق على حاجه ولا خيارات معينه فورم انت تعبي فيها زي مود تفوت الكمبيوتر حتى فورم نموذج في تاع صح 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 فهذا بديرهم نفس يعني هيك معناها انت لما درت داش اف داش اف هي معناها درت صح على تشيك بوكس هذا زي ما يقول الفاست مود انت تبي ولي فاست فانت لما درت داش اف كانه هو كان في نموذج فاست مربع اللي بالفاست بول دير تشيك كان في الفاست بول هذه مجرد يقول لك لا ما مش هيمشي بس مو يمشي على ديفو ممكن تزيد تقرا على هذا اسمه فلاج وهذا اسمه ارجمنت شنو هو اسسيو؟ في داش اسسيو داشين السوق قصدك سود السوق في اش داش كان اش داش بعد السوق هنا هي اللي علاقة بال ممكن اسمها فلاج حتى هي داش بس من غير الارجم لكن هي اوكي ممكن نسموها فلاج المقصود بها انها يغير في الهوم دايركتوري بتاع التيرمينال ويسوي لي حاجه مش مهمه بس الكورس هو لكن تيجي تسميها فلاج اوكي فخلينا نكمل الهاك قبل يتم علينا الوقت فعندك هنا انا داخل السيستم هو شو نبي ندير طبعا قلت لك اكتشفنا احنا راح اسم البرنامج هنا هو نفس اللي في السكريبت اصلا يعني مختلف بتغيره بالطريقه اني تقدر تشوف البايثون فايل هو جن لبسي بايثون وتلقاه هنا الاسم لبس البايثون بتاع البرنامج اللي هو بغير الفارغ بتاعه انا هنا انا بيش نغير هنا في اللعبة هو نفسه نفس ما هو بإذن الله يخدم فتجي طبعا زي ما قلت لك ضروري عندك بايثون 3 اذا ما عندكش بايثون 3 مش هتخدم ده وانا قلت هي بتدير بايثون 3 جن الاي بي سي دوت بايت تأكد انك انت في نفس الفولدر هو يعني لما في الدايركتوري هو يعني لما تدير ls list directory يطلع لك المازوس فايلات بإذن الله حيكون نفس الكينك بعد نفس الوقت دائما أربعين فيها طبعاً في شرح الاكسبلويت اللي تاخر الانفورميشن البونبل كود اللي رفع الانفورميشن الاكسبلويت يشرحك عليها وبعدين يعطيك الخطوات اللي قدرتهم انا كتابها في حد صارت هاي حاجة غريبة هكي Thank you.
في حد صارت هاي مشكلة وصلنا كنا هنا خلنا نخدم مونسكريبت. في مشكلة هي ما موضوع يعطل شوي. احنا مع الناس سنين متعطلوا بطيء شوية أول. هو بيدير ابديت لحاجة معينة لباكج معين انا ما فيش يديرها. فهو طبعا قال كده الكونتنتس في الفايل هو لينفر. هذا مجرد فايل فاضي لما تحط خطة كلمة نفر هو اللي ما عادش يديرها الابديت. فبتمشي لابديت نانو شوية زي دير نانو وبتحط نفس اللينك. طبعا كوبي بيست كنترول شيفت سي كنترول شيفت في زي اللي اختمنا في الامس كنترول شيفت سي دير كوبي كنترول شيفت في. انت ترجع في بداية اوتبوت يعني انت تقدم فايل سكريبت وتستخدم كوب فكنترول سي يطلع في البداية تستوب بس نبرز الفايل هو خذ الابسولوت باتر بتاعك وتقدر نانو بس يطلع في التكست اديتور بس تكتب كلمة نبرز بس ما يديرش ابديت بس ما يعطلش. هنا قال لك حيكون في تشيكن في نيو فيرجنز. كان قال لك هيك حيقول لك الحل بتاعها كانه انت بيش يدير شيء. المهم حتدير كوبي للهو من سلاش هوم ليك اخر ابديت دير كوبي هاي دير كوبي للسطر هو كنترول شيفت سي. الخطوه انا ما درت شيء مجرد قريت نفس الكود اوكي بس انا قعدت في نفس الفولدر اوكي هذا نفس الدايركتوري اللي احنا فيه من صفر تمام مجرد خدمت السكريبت لكن لما تخدم السكريبت يقعد يدير في تشيك ونيفرجن بيقعد ساعه فيه ما عندي سنين هذا استنى ويخدم غير هذاك ايش بدير بدير ديسيبل الفانكشناليتي هي بتاع الابديت بتاع البي دبليو ان تولز اوكي باش اديرها بدير كوبي اللي هو دير له حتى رايت كليك كوبي تمام بعدين جي في الاخيره هنا دير تكتب نانو سبيس بعدين دير بيست تاكد ان البيست من اول سلاش باش يولي ابسولوت باك سلاش كذا 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 لان كلمه ابديت تمام لكن بديش سلاش بعد ابديت هذا فايل بنعطل عليه في كلمة هلبة أغلب طالع نحط ركبنا هلبة تكتب فصل كلمة نمبر فايل هو تكتب فصل كلمة نمبر في طريقة ثانية لكن هي جربتها انت تدير هذه تخدم طولك في تقول لك هذا فايل هو تكتب في كلمة نمبر وتلقى فايل فاضي فقط تدير في كلمة نمبر فأنا هنا درت نانو سبيس بات هو تو بدير انتر تمام افتح لي فايل نكتب كلمة نمبر اوكي ندير له سيف كنترول اس بعدين ندير له كنترول اكس باش يطلع كنترول اس كنترول اكس تمام سيف واطلع تمام تمام فتو نرجع ندير نفس الكوماند مرة ثانية اوكي تشوف ايه الاوتبوت طلع اخدم من كوماند ما اشكاش من شيء كان اشكال من اي حاجه بتعدلها يمكن بيكون الباتن بتاع الفايل هون
في شنو؟ في البرنامج في الملف هذا كله؟ دي ده هو ملف حياته فاضي. كده في نبر. اسمه NEVER فقط. وسيف كنترول إس تطلع كنترول إكس. شنو هي؟ كان في حد ما قدرش يدير كنترول اس ولا حاجه في الجيم هي دي من هنا في اكسترا كيز هنا تدرس كنترول الت ونت بتن تعب وهذا يدرس كنترول تقعد راسها تمام كنا وصلنا هنا وصلنا هيك يلا تمام لو بنزيد نعرض ملفات مره ثانيه نجي نلقى روحنا ملف البرنامج هذاك جابه أو جاب نسخة معقدة منها فأنا توا نبي البرنامج هو مكتوب بالسي طبعا هذا بايثون يخدم طول التربية لكن سي كومبايل لانجويج تبي تدير كومبايليشن فلذلك تكتب جي سي سي باش يدير كومبايل جي سي سي هو جنو سي كومبايلر يدير فيه كومبايليشن بالسي تمام نعطيه فلاج داش او معناها الاوتبوت هو الاوتبوت بنسميه اكسبلويت هذا معنى اسم الفايل اللي اوتبوت يفسر باينري الكومبايلد باينري هيك اسم الفايل بعد ما نعطيه اسم الفايل اللي بيفسر سورس كود تمام هذه فقط كيف تدير كومبايليشن من سي للباينري دوت سي تدير كومبايل كود هو ECC dash O whatever بالرحلة تشبه فيها خلصة GCC هو اسمه GNU C compiler اللي هو compiler لل C لكن open source free software موجود يمكن بديه في كل السكيل اوكي xp.c هذا فصل السورس كود مكتوب بالسي لانجويج اللي بندير لك كومبايل لباينري واللي باينري بنسميه اكسبلويت بنسميه اي حاجه داش او هذيك انا شو انت بتسميه الاوتبوت اللي اكسكيوتبل باينري فانا سميتها اكسبلويت بنسميه اي حاجه وهذاك مجرد اسم الفايل اللي فصل السورس كود فانا هنا ناخذ السورس كود نحول فيه لباينري كنا وصلنا هنا في حد يبدأ مشكلة
هذا Thank you.
اللي حظه مليح حتى تختم 200 يتبول هو بيجرب لين يطلع لين يوصل في ادرس معين لديك السهولة يعني هو الترانسبيرنت كونديتور هو مخش
اوكي فانا بندير نستعمل جي سي زي ما قلنا باش يحول الكود لباينري شلحته قبل كم الوقت واخدم لي اكسبلويت هنا باللون الاخضر معناها هو اكسكيوتبل كيف نعرف اكسكيوتبل تقدر ليس داش ال ايد تعطيني حتى كان فيها هيدن فايلز وين تعطيني 1 باي 1 باش ادرس يعني نفس الكوماند هو كويس يعطيك بالبرميشن هيك تجي تدور الاكسكيوتبل اللي تو درنا الكومبايليشن دي تلقى انا فيها اكسس اللي كان فيها اكسس امور طيبه معناها تقدر تخدمها ف مجرد انك تخدمها كان ما فيهاش اكسس هي انت حيكون في عندك لان احنا نستعمل نفس ال فنزيدها سمول بلس اكس هيك هو الاكسكيوتبل كان يمشي اكسكيوتبل لانه ضروري يكون اكسكيوتبل بعدين بتخدمها بطريقه دوت سلاش الاسم اكسبلوز عندي الانتر لما بدير انتر الكود هو بيبدا يخدم بيجرب من 300 400 محاولة ل 3100 4000 بالاخير باذن الله حتطلع بنشوف نحن جربنا 100 مرة توا وحيجرب لما بالله يخدم السيستم هو اللي يرد وشو يعني انتر؟ نعم شنو هو يحاول انه يوصل في ميموري ادرس معين يعطيه كيف غير بيت معينه واللي يروح دور في صاميل يخدمنا لو يقولنا شوفوا كده كده في حد جاء أقل من 400 ثاني وهم تكتب كوماند اسمه هو ام اي اعطيك انت مني انا روت حاليا نقدر ندير اي حاجه في السيستم في حق فلاج هو في الموضوع زي في الكونكلوجن يا في الترايتيف سيلف في واحده تقدر تحط فيها في فلاج ايوه يبي الفاليو اوف ذا فلاج فلاج موجود في روت سلاش روت فانا نجي ندير كات كمان سلاش روت ما فيش كمان كومبليشن هنا انت مش ترمينال طبيعية فبدير كات سلاش روت تي اكس تي يطلع لي هذا هو الفلاج ذاتس سكيور فوكس هيك معنا حلينا كات الفلاج هذا تجي دير له كوبي تحطه هنا ولا نجحنا معاه انسيس كوركت اطاري بدل 2000 تو 2000 كويس لو تيجي تفز تجيب الفلاج فز طبعا يمكن كل واحد فلاج يطلع عليك ما ظنيتش ممكن كلهم تنسى يمكن تغش يعني تكتب كثير بس فلاج تلقاه في واكتب هيك من غير كوماند يساعدك اهو لانك مش ترمينال طبيعي دير كات سبيس سلاش روت سلاش روت دوت اكس تي هذا فايل داخل الروت دايركتوري المفروض ما عندناش عليه اكسس بوكر لكن نقدر نقرو ونديرو شنو من غير مسؤول حتى نوصل شفتهم تسيب السكريوز في هذه مجرد معلومات على الهيلب بتاع السيو بتاع المشاكل انا بعد ايش اقول لك شنو الكربون ليش عادي عوض الله مستر عوض مره ثانيه عوض مره ثانيه كامل طبعا انت المفروض في الواقع في الوالد شيء زي كذا تمام 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 ت
داونلود غادي ولا كومبايليشن انا بس مهم جدا دير ريستارت مره مره لازم تاعك كان في تكنولوجيا ولا حاجه مرات مش نحن اذا كان في السيستم المفروض بدك لما احنا بقول ما فيش حاجه المفروض في هاش فيش حاجه لا اعطاني كنت لا معناها مرات في مشكله صار اعطاني مرات حتى انت اليوم بدنا ولا بيتم بتوضع هاش يعطيك هاش هنا وتبدأ تكتب بعد هاش هي هاد الدروب هاش هي معنى الدروب ايه ميتين وصول ميتين ميتين كيف بعد يا مان وقفت عرض سلام دي خاش انت مبكي Thank you.
هو هذا الأصل موضع
شوي بس نتأكد إنه فيش حد عنده أي مشكلة. بدنا لا ما كلهم شتمونا لا. خير. أنت ما كنت بوقف عاود. كنترول سي. أنت راه قدم والجيم وصل النتيجة وتسكر براحة خطر في حاجة. طبعا احنا بس عم نقول عن الاستخدام عادي
شو تمرنا هيك ناخذ بريك ربع ساعة ساعة كنقول له هو ساعة كيف يطير السيشن بتاعك الاسبوع الثاني معنا لا السيشن خلاص كملت ولا لا وصلت هذيك بتاع ال تي اتش اف ويس هو ضلت خلاص وقف خلاص حطيتها انا ولا لا ما حطيتهاش بالضبط دير لها كوبي سترينج هو مش هما سكريبت زي ما تقدر تحطه في الاكسبلويت تقدر تضيف عليه تعرف عاد تخليه واحد من نسميه هيك هذا يبدا الموديل ثاني يمشي هذا فينوم هو بدير به واحد بدير به المالور بالضبط كامله بالاكسبلويت هو زي ما يقول بيفتح لك السيرفر بيستقبل لسه هذا وبعدين بدك تحس ايش الغالي متابرتي بالضبط هو كل السلايد ثلاثه جايه تمام بعدين نديروا بنستعملوا نديروا واحد منهم ونستعملوا الثلاثه نكمل ونزلنا وبعدين بنخش على التور شويه ننزل تيرينكس في رزمة كويس صغيره شوفوا كيف بتصير نبدأ الجزء الثاني بسم الله نتوى بعد استراحة نبقوا ناخدوا Introduction to Metasploit Metasploit هو عبارة على Framework شد معنا فروه تمام بناخذ على الميتسبلويت الميتسبلويت هو عبارة على برنامج هو فريمورك زي ما اخذنا على الريكون ان جي هو فريمورك فريمورك معناها تاخذ في عدة موديل وكيف موديل الابلكيشن تقدر موديل ويبدو تبدأ تستعملهم كانت يعني فصلة زي ما نقول ستاندرد ستاندردايزد واي
اوف يوزنج ذا مود ذا ما يمكن يكونوا اي حاجه احنا حاليا اليوم بنستعمل الاكسبرتس لكن يمكن في حتى حاجات من البروبابيلتي اناليسيس والبروبابيلتي سكاننج والريكونسنس ان جنرال تمام تعريف هنا ميتسبلويت is the world's most used penetration testing framework مشهورة جدا الناس كلها تستعمل فيها في البنتريشن تيستنج مفيش حد ما يستعملش يعني بيئة واتية تقدر تدفلها سكريبت وفيها عدد كبير هذا من السكريبت تجرب عليها وحتى الناس اللي طلعوا في فورابيلتيز يكتبوا سكريبت صدوق فيكونوا كومباتبل مع ميتسبلويت احتمال كبير حتى ان فورابيلتيز صدوق تحطوا في فورابيلتيز يستعملوا بطريقة ستاندرلايز وي يعني تكون اسهل ميزة مرات ان في ثغرات لما تستخدم تول تطلع على الدي اس كان على الثغرة على نظام شيء معين تطلع لك ان الثغرة هذه ميزة سبلايد او مستعمل حتى في ميزة سبلايد او موجودة في البيئة حقيقة يمكن لكن انت اني هو تقدر تزيد لها حتى هي مش موجودة في سبلايد من قبل تقدر تحطها تزيد لها هم المفروض هم اصلا الديفلوبرز راح يزيدوا فيها من الاول لما تقول لهم اصلا يبيعوا كيف نفس الوقت مرات سعر جديد عادي مرات كاتب انت سكريبت مرات انت بس كيف ما في داتا بيز الشيء هذا في داتا بيز الشيء الثاني اكيد لذلك ميتسبلويت هي واحده من اكثر تولز باورفل تولز يوسف في الديجيتال تيستنج اكتيفيتي ريسورسز بتاعها تلقاهم في ميتسبلويت.com طبعا زي ما قلنا من البيك ديما تشوف دوكيومنتيشن المانوال بتاع الاوريجنال اوتر او الديفلوبر بتاع الويب سايت او الكمباني اللي انت ديفلوبر فقط في حاله انك ما لقيتهاش او لقيت الشرح لا يكفي بعدين يمكن تدور في الريسورسز تمام ديما دور في السورس بتاع الديفلوبر وتجي منها تو فيرجنز كوميرشال وفري لكن ما فيش اي ميجر ديفرنسز في التو فيرجنز احنا حنستعمل الديفلوبر كان ليكس فيش فرق كبير بين السكواليا يستعملنا فيش فرق حقيقي كبير يمكن يكون في فرق بين يعني لكن ما يهمنيش انا صراحه تمام يمكن نصنع مال انت ورا واحد من الكمبيوترات وحط في فايروس حبيت تصدينا تمام بس شنو نبي نستعمل نبي نعرف كونسبت ونبي برنامج اسمه MSF Venom اللي هو Standalone Payload Generator يعني هو جزء من Metasploit يعتبر لكن Standalone Executable براحة تستعمله يعني خاصة حتى مجموعة موديز في تستعملهم الموديز هما يطعوا لي Payload يعني يديروا لي Viruses أو شو تسميه ففي أنواع طبعا في اللي Windows في Linux Mac أي حاجة تانية في السيستم أو سوفتوير ثانية طبعا مالور هو طبعا ليش علاقه بال الفولنربيليتيز ليش علاقه بسنجل هذا انت لما انت داخل بتبي الاكسس بتاعك لو زي روت اللي عندنا بكري او حاجه ثانيه انت قاعد بتخاف من برا بكر ممكن تسد بطريقه من طرق وتبي تحط برنامج بس تقعد انت خاص مثلا عن بعد او تطول السيشن بتاعك مثلا فتبي تحط المالوير بتاعك المالوير بتاعك اكيد انت ما تبي تتحكم بيه والجهاز بعيد عليك مش قاعد في نفس الجهاز قاعد مثلا في نتورك او على الانترنت في مكان وتستعمل الكمبيوترات فلذلك تبي طريقه يكلمك بها المالوير بتاعك صح؟ فانت بتفتح سيرفر يقولوا له اسمك وبتصبيك ال البيلود او المالور بتاعك عن طريق الريفرس سي بي اللي هي اتاك اوف شيل وتش ذا تارجت ماشين كوميونيكيتس باك تو ذا اتاك ماشين يعني انت لما بتصنع فايروس بتاعك بتفصل اي بي ادرس او دومين نيم او حاجه بتصبيك من خلال بورت ولا يعني تفتح البورت تفتح سيرفر اي بي ادرس بورت وتبدا تستقبل اتصال من المالور بتاعك تمام بعدين لما بتتصبر الاتصال بتبدا انت تتحكم بالمالور هذا تبعت الكوماند وتجرب على السيستم هذاك ومرات انت اصلا خدمه مش
حاجات بالمشكله الاساسيه. انا لما بستعمل ام اس فيم بنعطيه كوماند لهذا، هذا كوماند هو سطر واحد يعطيني يستعمل في موديل اسمه ويندوز سلاش انتربريتر سلاش ريفرس تي سي بي. معناها معناها الفيروس هو ويندوز ويفتح لي انتربريتر شيل باش انا يقول لي عندي شيل نتحكم الجهاز الاختراق في الموديل تاعي وثبت صبيه عن طريق الريفرس تي سي بي. يعني هيك حتى لما تركت الاوبريت سيستم النتيجه بتكون افضل. بالنسبة للموديل هو نفسه هيحتاج اوبشن اوبين اوبشنز. الاوبشن الموحد هو الهوست. الهوست هو معناه لوكال هوست يعني مش المهم. هو المقصود بها هو الاتاكر اي بي ادرس. هذا الاي بي ادرس بتاع السيرفر اللي بيفتح الاتاك الاسم الاتاك المديره باش يستنى الكونكشن من المانوال تاعها. فبتعطيه انت الهوست لوكال هوست اللي بيكون الاي بي ادرس بتاعك. بعدين داش اف بقول له انا بي اكس اي المالوير هو فيروس بي اكس اي. وبعدين نبدا ندير ريدايركت الفيروس يعني اوت بتاع بنحطه في المكان هو سلاش مالوير بنسميه جيت هاك بي اكس اي بنسميه اي حاجه ممكن تحطه في اي مكان. انا هيك اخترت طبعا. بعدين الفيروس هو بنقطه الماشين هذيك بصبه في الماشين هذيك. احنا تو مش حنديروا نتورك اكسبلويتيشن، احنا حنبعثوا برنامج عن سكوت يعني زي نقول سيميليشن لموضوع السوشيال انجينيرنج اوفيشال اتاك. نعطي برنامج للناس. بعدين بنستخدم حاجه اسمها ام اس اكس ريسبونس اللي هي بروفايد كوماند لاين انترفيس اكسس اند ورك وذ ميسكول. هي يعني هي ام اس اكس اللي بتفتحها بس تستعمل ميتسبلويت. ميتسبلويت هي موجوده تعمل عدد الكودز اللي تحت الحكايات بدل الكوماند وهكذا. الكوماندز اللي بنديروهم في الميت اسبلويت نفسها ميت اسبلويت كونسل هي الكوماندز اللي بتفتح لي لسنر يسمع للموضوع الريفرس سي بي هو يكون يخدم على الماشين عند الاي بي ادرس تطلع لهم هو ويكون يسمع في نفس البورت اللي هو انا ما حددتش بورت انا مع الموديل عنده ديك بورت تشوفوا شنو هو كده ضروري نفسه. بالطريقة هي انت تدير فيروس تحطه وتخدمه تدير السلاسل في جهاز المختلفة وبعدين وضروري تاخد طبعا لسه الرسائل قبل لا ينزل الجهاز المختلف. انت تفتح لسه يستنى بعدين اول ما يخدم البرنامج هو يتصديق على طول تطلع لك ميتال بروتوسيشن. تمام بتاعك شل انترفيت السيشن و تقدر تيجي تتحكم في الماشين اللي توا تم اختراقها. تقدر تدير بها اي حاجه يعني او ما تدير بريفج اسكريشن اتاك. انترفيت نفسها انترفيت الشل نفسها خاصتها لودد وت شويه حاجات تحتاج زي بريفج اسكريشن اتاك في الويندوز خاصتها من قبل وحاجات ثانيه يعني تقدر تدخل مثلا كام مايكروفون تدير ستريمينج تتفرج تدير سكرين شوتس تنزل برامج تفتح عندك كونسل روت ادمن اكسس في ويندوز تدير اي حاجه بال سي ام دي تقدر تستعمل لينكس كوماندز تساعدك شويه ترجع لس من فضل اي اي ار وبالطريقه هي مو تمام. لكن طبعا في كل تنس نوت ان الفيروس هو مع الوقت يتخزن في الرام وليس في هارد ديسك مش حيخدم على الجوجل يعني بمجرد التابلت اللي بيدير ريستارت ضروري ننزل الفيروس عندها مره ثانيه كان مجرد بيدير اكسس. اذا كنت تستعمل حاجه تكون مور بيرسيستنت عندكم اي مشكله في شرح برامج هاي تو بتستعمل انتربريتيشن. انتربريتر اذا ميت اسبلويت
attack payload that provides an interactive shell to the attacker from which to explore the target machine and execute code. Meterpreter is deployed using in-memory DLL injection in case of Windows. As a result, Meterpreter resides entirely in memory and writes nothing to disk. تمام هو ديرو ديبلويمنت عن طريق ميموري دي ال دي ال انجكشن دي ال ليها علاقه بالحاجه اللي علاقه بالويندوز الويندوز اوبريتنج سيستم نفسه هو بيقعد في ميموري فقط يستعمل الطريقة هي ما يستعملش الديسك يقعد في الرام كويس هنا تمام هذا الاتاك اللي في امريكا فخلي نستعملوا متربط الشر ونديروا فيروس لكن نبغوا نولعوا واحد من الكمبيوترات نبغوا كمبيوتر من 19 ولا ايه ولا عمر طيب ما في شيء خش على كالي ولا خلي ويندوز؟ لا تخلي ويندوز تخلي ويندوز الناس مع فارس بيسموه فاستا شوفوا يتسلقين على توانيس من زي ما قلت لك في اللايف سيستم عدد الباب ديالك كل يوم وتقدر ديستريبيوشن براحتك بهذه الطريقة واللي ديما يمكن لايف ديسك ديالها براحتك بناء على السيستم معين تمام فنبي نستعمل MS Venom MSF Venom تمام قبل نستعمل نبي نعرف IP address بتاعه نعم كويس IP address كده لما مثلا من جريب 192 في الديك يا خلاص جريب هاي فلتر هذا الـ IP address بتاعي 192.168.5.2.3.4.24 نقدر نحصل الـ IP address بتاع الكمبيوتر هو واطي الصفحة 237 هذه المعطاك في الواتساب قائمة طوابق بتاع الناس وانا كده عايز البشمهندس الوقت الشباب عندهم وتوزعناها بين بعض 100% ما دام تو عندنا جروب وعندنا كلاود وعندنا كل شيء بنقدر نتواصلوا فانا لقيت انه ما فيش شيء مرات بيرور من الزوار اكيد بيرور من الزوار ف نجرب حاجه ممكن مش نفس اللام مش مهندس لانجوج ممكن مش نفس اللام مش نفس عفوا مش احنا انا 234 234 هذا 237 هذا 234 توب فورس هذا 100 ما فيش كانه كود ما يمكنش انا تارجت سبيسيفاي
نجربوا كنا في كورس مفتوحة. يعني نبغى نكتشف إن في فعلا كوميشن ولا لا. فقط يعني ما نديرش في ريكونسنس حاليا. كان ما فيش بورت مفتوح ما صعب نكتشف. بياخذوا 65,000 قصة لا 100 درهم. 100 بورت ولا بورت 100؟ لا 100 بورت من النون بورتس هو مش حيب حتى من 0 ل 100 بالضبط. ف 100 فلتر تسيبيرو بورتس نو ريسبونس. طفوا فاير وول شويه باش تشوفوا فين ولا لا لان احنا ما نديروش فريكونس ولا حاجه بغير متاكد ان فيه كونكتيفيتي ولا لا بس. ها؟ فاير وول بالويندوز سيرفيس قصدك مع هذيك الباب ندير الاكسبلويت. لا احنا الفيروس مش حنديروا نتو اكسبلويتيشن حاليا يعني بنديرها في فلاش ميموري تغادي ونص حاليا. في حال مفيش كونكشن ولا هو في فروع ما في كونكشن في فروع نعرف من فروع نبي حال الفرضيه اللي لا ما تقدر نعم ما دخلت فاير وول حتمشي فاير وول يشد في الانكم مش الاوتجوينج هو حيدير الاوتجوينج تمشي يعني مش عارف ريفرس ريفرس مش عارف مش عارف فاير وول يفرق لما انا بندير نتورك اكسبلويتيشن مش عليه من بره يعني مفيش بورت مفتوحين الموضوع صعب لكن لما هو نفسه فاست فايروس يبدا يتصل بيها ما يشد شيء طبيعي لكن انت مثلا داير لي بلوك الاي بي بتاعي طور شيء الفايروول ما نعرفش نعرفش بصراحة انت كده تبي تعرف شنو الفايروول اللي يمكن فيه حساب قصدك على انتي فايروس انتي فايروس اللي تعرف شنو انتي فايروس الفايروول ما ممكن فيه في كوماندات ما نعرفش لكن دي ما يسمى فيه القوي بس السيرفس تدير السيرفس انت لما بخش بطريقة هيا نحصل حتى ريموت سيستم عرفه ما عنديش مشكلة نعم ببشر صار في سكيورتي كمان بكن هذا دير عليه بينج وخلاص ممكن دير عليه بينج بس اثنين تتربع كده انا في كونكشن انا ما عنديش اي كونسيست ثاني بديرها انا متاكد من طريقه اللي بديرها بحطها في الفلاش ميموري الفايروس والشخص هو متى بديرها سوشيال انجينيرنج اراب اعطيها سوفت وير ثاني وبينزله وماشي الحال على الاقل هذه الطريقه اللي بديرها تمام ف بدير من فينوم اعطيها فلاج داش بي ونقول له شنو هو اللي بنستعمله ضايقكم شويه نواطي روحها في طبعا ميتسبلويت كاش فايل تتخدمه في المسيف كونسول بس يعطيك يساعدك يعطيك كومبليشن كوماند كومبليشن مجرد تبي تخدم ال MSF console مجرد تبي تخدم ال MSF console background يعبي الكاش متاع قديش في شنو في المودز ما شاء الله إن شاء الله المودز يكون يزداد كل مدة هذه هي Metasploit open interactive ruby terminal looks like you're trying to run a mode على أساس الورد
exploit the famous masterworks, exploit popular force exploitation tools, payload, loaders, maps, data, وهذه documentation docs that meets product. فأنا تو مدور فيها تو، أما هيك تو أنا مجرد ندير تاب يطلعوا لي كلهم أرواز، فأنا ندور في واحدة مدة انتربتر سلاش ريفرس سي بي. في طبعا ريفرس سي تي بي، سي تي بي اس، هوب، ار بي في 6 سي بي 5، في غيرها من تي بي ويندوز اتش تي بي اتش تي بي اس شكل اف سي العادي وهكذا. احنا نبغوا تي سي بي ريفرس سي بي. اوكي دي سبيس بعدين نقول نبي الهوست هو انا هو الاي بي اس تاع الكمبيوتر هو 5234 تقول ان بي اي سي وتبي الفايروس هو يكون ريدايركتد للفايل تحطه هو ما تبي وتسميه شو تبي يعني بنحطه في سلاش مالوير والروت دايركتري تاع الهارد ديسك بتاعي بيفتح دايركتري جديد عارف حد يدير ريكريشن ولا لا تنزل يدير لما يقدر سلاش مالوير مش دينا معناها الأحسن نديرها في الهوم أحسن تيجي تدير سودو تدير أي حاجة لكن ممكن الأحسن حاجة تديرها في الهوم أنا ما عنديش نفس سودو تدير بدير في الهوم تنديره مقدر ما أقدر نعم في الهوم تتوى سيدي مالوير كده بيدو رندي وقت دايركتري طالك إن أنت هنا في الكتاب تمام فأنا تو بجي هنا نقول لو كان هو فوته بدل ما بيمسن سودو أحط هنا مالوير تطير هو سلاش وتطير اسم شنو انا سميتها جيت هاك في ال presentation تبي تسميها اي حاجة دوت اي اكس كي تمام بسم الله من بلاتفورم اس ات اكس ات يوزن ام اس اف موديل بلاتفورم ويندوز فروم ذا بيلود نو ار سيلكتد سيلكتن اكس 86 ال اكس 86 يخدم حتى 64 بت فما عنديش مشكله فهنا يحل الزوز لكن كنت تبي تستهدف ارش ثانيه مثل ارم ولا هذا تحددها مثلا ويندوز يخدم راسبيري باي ولا ويندوز فون في اكتشفت ان في ويندوز 10 ارم فلذلك بتغير ارش الارم في هذيك الحاله لكن كنت 32 بت 64 بت بدنا 32 بت وان سايز فيتس اول وحط البيبر هو نشوف أنا وين سيدي المالوير بس 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 وعندي هو برنامج عندي ريدرايف برميشن ما كده جيت هاك بدي اكسل اوكي طبعا نشوف فلاش ميموري نحطه غادي زاحي ما خدمناش الاسم قبل ان خدموه في جهاز تاني من الاكل من الاسم نعم جهاز هنا يمكن تمام تمام هذا الديفندر فصلت بدأت جديدة نعم في
في كيف في كيف تشفر لكن في النهاية ضروري تحط كود اللي فيك تشفير غلط. أو فيك يزبط. نعم. أو فيك تشفير حيث ما عش ما وأصلاً أنت مجرد تلقى كي ما رد جرب شيء. أحسن إنك تكتب أنت سوفتوير جديد برضو جديد تعرفته يمكن تعرف شوية بس يطلع من التكسب خليه يبان أنا سوفتوير عادي دي ما فيه بجد متريز. تستعمل الفيكس في الصغار لفصل الفيروس الزمان يمكن حتى الانتفيروس وتفتح القاعدة الانتفيروس ما يعرفش انت شو بتدير في المستقبل يعرف ان داروا الناس قبل من الحاجات المشهورة فتوخ نشوفه الدنيا هذه هي دي له فورمات وربش نبي حاجة سبيسكس ودنيا لما ليش دي دي الفورمات عند نعم كده تقول صار هنا بوري مان فصل أوتورن محاجات ايقونة بس معروفة سكيدير لو بدأت تجيل بتاعها حط لك ايقونة انها هي USB شي فرق بينه وبين الهاتفك العادي فرق ضغير حق فجي هنا للكالي وين محطت الفيروس هو اسمه جيت هاكت مش حطت ايدي للفيروس فيروس مجرد انه بيتصل بينا بعدين بيسألنا شو انت بيصير مش هيدير شيء من نفسه يفتح قصدي باك دور ولا يفتح بورت ولا شيء؟ ابي يتصل بي ان اي باك دور ما الوير يتصل بي ان اي ريفرس اي سي بي ما يطفيش الانتي فايروس ولا شيء ما يدير شيء يكلمني خلاص اوكي تو هذا اثنين كوبي غير دي لاش بيست يا سلام ولا حجمه 72 كيلو بايت تو انت ندير له انماونت او ايجكت لكن عندي 300 واتي في الصغيرس
لكن نبو الجو للترمينال اللي فيها مالور يعني اللي فيها ميت سبلوت لا دي كملت منها نقدر نسكرها خلاص ديت فيروس اوكي الفيروس عارفه بيتصل بي انا هنا الاي بي بتاعي بس نبي ندير انا تو نبي ندير ريفرس سي بي لسنر في الميت سبلوت اوكي يفتح المجرب في الدوكس ميتسبلويت تلقى فيهم كل شيء كان نسيت اي حاجه من الكتاب خش على الدوكس ميتسبلويت دوت كوم غالبا باذن الله يعني اكثر حاجه بتكون ابديتد كمانوال دوكيومنتيشن في الميتسبلويت نفسه تكتب هيلب يعطيك شوية مساعدة يوريك شو تقدر تدير انت طبعا الكوماندز الاولين هم مال كوماندز الاولاد مالي في الاعتبار المودل كوماندز اللي يوزر كوماندز هم فهم كيف تدير ست لمجموعة حاجات تانية كونفجريشنز تانيات من غير المودل نفسه تقدر تستعمل use على طول use بعدين تختار شنو هو اللي تبي تيوزه لما يدير display بس مرات يقطع شوية بداية هتكون ويندوز بداية مش ويندوز بداية هي نوع الاتاك اللي هو حيكون متابعت اسمها exploit exploit multi handle هذا exploit بيدير handle during meetings okay using configured payload generic shell reverse TCP okay هنا عندنا في options okay options بس فالبورت هنا قلنا انه 4-4 أنا يعني احنا خلينا ديفولت غادي بإذن الله هو نفسه هو 4-4 لكن لو غيرناه غادي ضروري نغيره فما عنديش الاوبشن واحد ندير الهوست listen address listen address بديره 4-0 معناها اي جميع الابيات على جميع التفاس فكيف بديره بقول الست الهوست من غير يسوي له شيء تعطي 4-0 أسهل طريقة يعني تقدر تكتب الاي بي بتاعك وتبي تكتب الاي بي بتاعك بس لكن هي تخدم على جميع الانترفيس حتى لو كل هوست هو أي حاجة يمكن أحسن على حسب أنت ايش تبي تدير بعدين لما تكون كملت قول رن فقط أو يمكن تحط ست البيلود أجل بس تتأكد من البيلود هو هو اللي بيخدم ست بيلود ل ويندوز
كاتبينها في الاوبشنز. ما عندي ديزاينز لكن مهم ضروري تحط بيلود. اذا قلت هاندل فيها هاندل اكثر من حاجه فهتيجي تحط لها بيلود ما غادي نستعملين مادة مثبتة الـ USDCP فتستعملها نفسها تمام. حط الـ Payload الـ Host والـ Report هو نفسها من قبل لكن غيرتها بغيره اللي تغيره تدير Set Report والأخبار ما يفعل أي حاجة تدرها عندي دي لنا اوكي نكمل الـ Options تاعك تشي كلامتك دي دي لنا مثلا تيجي توقف رن يقول اوبشنز يعطيك انت شنو كتبت تمام يدير ابديت التيبل هاي يوريك انت شنو اخترت كحاجات هذا البيلود وهذا الاوبشنز بتاعت هذا الهواء غلط مثلا تيجي توقف ودير الاستقبال الثاني ودير له رن فتونا بناخذ فلاش ميموري في الفيروس وبنمشي جهاز ثاني ان شاء الله يشتغل مجرد نقص على الفلاش ميموري هنا ودينا على ذلك الفور ما تقبل هنا لا متحيز كانت عادة الكبيرة فأرس طبعاً لا أرس ما انت تستعمل شوية سوشيال انجينير تقول ذا بتاع فوت هذه operation did not complete successfully because the file contains the virus or potentially unwanted اوكي لما نقول السوفتوير بالفايرول طبعا احنا ما تو غير بيزك ما هو اللي هو فيه فما زال مش حنديروا اي حاجه بقى الفايروس مسح مسح بروحها نعم قلت للزابل على الاخر اشمعنى للزابل قلت ما سكره نطف المرمى انت اشمعنى ما عادك عليك شنو ريك؟ وانت زفندر ما فيش لو انت زفندر ولا شخص ثاني هذا ورس هذا ورس هذا الشيد انت على الميزة من السيكيورتي كانت مثلا هو يقولك انه عشان اسمع خش على وين سفيرة الطفلة كلها تمس الجهاز بتاع التارجت انت طبعا في الاكسبلويت حجز هذه تكون انت اوريدي عندك اكسس على التارجت لما دوبك تحاول تسكر الفلاش ما هو نعم الجهاز يستغل الالعاب الألعاب والكراكت سوفتوير حيث طبعا انت الاكسي هو توا هو ستاندالون اكسي لكن انت يمكن تدير له بايندينغ مع اي اكسي ثاني وتدخل حتى في اندرويد مش تبي تنفذ الكراكت على بعد يجي ستبس بالضبط يقول لك انت فارس جاي ضد الكراك ما يبيش تلعب هذا اخر ترينا تمشي كلها سوفتوير انجينيرنج حتى منذ مش هتطلع نشوفه فلسل هاتح الترقص الشيء يا سلام خاشين لك مية مية مفيش اي عوض بتغالي لا مفيش عوض بتغالي 100% تو احنا الداخل اكي غالي يدير لكن الفايل قاعد اكسكيوتد يعني خلاص حتى تمسح خلاص انا خشيت في الرام طيب
نحيه حتى فلسطيني خلاص. لا تسمعني طب اسم الاتحاد ولا لا؟ هذا قدام حنديروا له بايندينج مع حاجه في السيستم من قبل. وقلت الناس يحطوا فيه حطوا فيه مع بعض اس بي سي هوست. ايه لكن في واحد ثاني نزل احسن منه مش عارف اسمه نسيته. لكن حن لما حناخذ رابطه من بالضبط ممكن باذن الله نحي فلاش عادي. لا والله هو يمكن تروح فيه اثنين. قاعدين شو اسمه كنا فان بات انا بديره قيس اسمه جالس بدير واحتمال في حاجه صارت غادرة. هو احتمال اكس اي كان ضروري يقعد مكان اللي يقرا في منها ما اعرفش. هو قاعد في الرابطه ما اتفرجش قاعد يخدم ولا قاعد يخدم شوية نزيد نأكد ومفروض يخدم. لكن قدام لما نديره اكسكيوت مازال اكسبلويت مازال اكثر من طورة اكثر من هيك باذن الله حيكون اكيد العمل اللي بعد ناحية فلاش اكيد حتى نديره اوفر نتورك. نقول عليهم مرة ثانية يعني هي طبعا ديمونستريشن. هو كل ما بترصه بيفتح سيشن جديدة. درتها في الباك جراوند الاول بس اسكرها ويندوز ديفندر تو اكشن. لا لا لما ضغط هنا ولا لما شكلها صار هي نفس شوي هي ثانيه شوف هذا تو اكشن او تو تريتس بس ما بيتناش واحد ولا بين هي قال ما سكر مزبوط حتى الثاني سكرها في واحده قاعده سكرها لان هي كبيره حاول تسكر هذه بها هي الانت بروسس تمام توا نجوا هنا نقول له بعدين يقولوا نفس الصوت الزمان هذا يا هادي مش معناها تصير داخل لا لا صار هي نفسها جوبز سيشنز نوت سيشنز نديرو دروس نقول له يوسف
الاكسبلويت الاوبشنز هنا اللي قاعد نفس الاوبشنز دي تقول لي ديرو طبعاً يمكن في الروندز ما يسمعش كلاب لكن هو كيف جدا عند الكل سيشن ولا سيشن تو طبعاً في الكلاس ما نجرب في واحد بس 100% يعني سيشن تو ما سكرناش يعتبر السيرفر قاعد يخدم باك ما تسكرش فيه في كمان تاني فاحنا توا هنا داخل دير الاس يطلع لك ويمكن لما تبدا تستعمل فيه يزيد يبان الانتفاعس اكثر ويمكن حتى تشوف عن طريق النتورك اجتماع عن طريق ورشاك تشوفه وتقدر حتى تدير هايجاك للسيشن بتاعي تتحكم في الفيروس بتاعي على الرغم نبغى نديرو جيت سيستم فارس قاعد يخدم كويس يدوم قلت لك كيف تدير سيدير السي مثلا هذه دوس مو مش دوس لكن مرات سيدي باك سلاش هيك ايوه كيف تعرف ورقه تمشي للسي دي للسي شارقة من الطيب انت جربت كابيتال ما نمشيش لا سمول سمول شيش ما انا ما نمشيش في الاس والسي دي بكي بدي دي سي دي للسيستم اذا نعارك في داخل الفلاش ميموري انت دو في الانهيان هذا الخاص لكن سي دي دخل دورها أوامر سي ام دي هي تخدم لك يترجم فيها من أوامر لينكس وتساعد فيها تأمين تول نفسها نعم؟ أيها التول نفسها ديفار التول نفسها الميتربتر لما نديرها الاس يترجم فيها دي اي ار سي دي نفسها لكن شيء كيف يغير السي ما نعرفهاش بالضبط لكن أنا تو مدهوش فيها اللي بنديرها تو اللي بندير البروفيس كريشن نعم في الفلاش ميموري في الديسك بقى تقدر لكن ما عرفناش كمان سنو بتحاول ما باش يمشي مش نفس بتاع الويندوز في حاجة ثانية أنا نزل نشوفه بقى أنا غير ندور في الاسكيب بريفليجز هي ما خدمت ليش فأنا بدي حاجة ثانية ونوليها لكن كان بقى سكرين شوت سكرين شوت بدنا لها مرة تختم لكن أنت مرة بتدير اللي فاسم بريفليجز قبل بعدين تقولي أسهل اوكي حصلنا سكرين شوت يبقى سكرين شوت عادي لانه هو اليوزر نفسه اخذ عنده اكسس سكرين هسه اقولي مش انت هذا مش صعب فيش كاميرا ولا حاجه كان بيتعمل انه يشوف معك جربها اول مره ترى شو بدي اجيب تسكيت هذا السدي كان في من قبل كان هذا بتقعد تدور في كوماند عرفوا هادو كمان زين ديري من قبل متين تكتب عندك إيفنتس تحكم الكيبورد طب لو أنت نحيل من التسمنشر تيفصل عنده فروض إيه تسكر جيت هاك تدير عندك إيه تفصل لكن كان ندير له بايند في سيستم بروسيس ما تقدرش تسكرها هذوك اللي يقول لك هذا سيستم بروسيس ما تقدرش تدير له تطلع ريستارت يبقى عندك شبرفج اللي انت تطلبه. حتى ادمن.
اختار دينا ريستارت. ممكن حتى تخدم من ستارت اب يعني هو آه تقدر لكن ذيك سب ثاني بعد حل تقدر تخفيض الى شت داون دير ريبوت مليحة في الاخير دير ريبوت باش شو اسمها شمسح الواحد بروح شو ما يجي فايز ما يلقاش قيت هاك موجود غادي نجربوا هي اللي هي في اكسكيوت كوماند اظن تقدر اكسكيوت وبعد تكتب سي ام دي يمشي زي ما هو لكن نجربوا جيت جيت بروس تمام يمشي يعني ينام بروس يزيد بروس بتاع السكريبت بتاع البروس اللي عندي هنا في حاجه كان اكسس هنا في حاجه واحده مش كده بقى نجربوا اكسكيوت سي بس بتفاين اكسكيوت فا اكسكيوت يا بلي اكسكيوت كويس استنى نقول لك طبعا اي واحد عنده ديسكتوب ولا لابتوب تقدر تديره طبعا تقدر تنفذ معي اكيد انت طبعا عندك سلايد ففي السلايد في ماكينه مالوير ماكين مالوير صفحه 38 تلقى فيها كيف تصنع المالوير اللي ناقص هو كيف تحط كيف الانتربريتر هو اللي دراك الانتربريتر هو اللي تدخل في السلايد انا طبعا باذن الله اليوم العشيه بنزل تشيت شيت للي أمس ولليوم المابو هيك حاجات مختصرة هيك ماشي معنا هناك كور فقط وهي حتى تنزل لكن أنت طبعا ضروري عندكني إذا عندكني ديرها نوريك نزلنا بالضبط ميت اسبلويت فتحنا ام اس اف كونسل كوماند هو يعني طبعا رفع في سيرفر فقط طبعا درنا هلبة ضعنا هلبة كوماند قلنا عليها اوكي بالأخير بدير يوز بها بعدين سبيس بتعطي الاكسبلويت بتاعك اللي هي هي يوز اكسبلويت مولتي هاند هذا الموديل استعملناه باش نفتحوا السيرفر او الاسم الكريت المالوير تلقاها في السلايد في سلايد 38 زي ما هي كوماند واحد وفي اخر كوماند انا اتحكم وانت بتحطه وش انت تسميه واتاكر اي بي ادرس بال مال كل براكت بتاعهم تمسحها ودير اي بي ادرس من غير براكت ف كان تسجل في في نوتس انا دير تفتح ام اس اف كونسول عندي ريوز اكسبلويت مولتي هاندل اوكي بعدين تكتب اوبشنز باش تدور بالاوبشنز وتشوف فصل تمام زي ما تقول هو باي ديفولت حاط الاوبشن هون بتاع ريفرس سي بي لكن درنا غيرنا واحد ثاني حتى هو ريفرس سي بي نوع ثاني نفس النوع اللي درنا غيره درنا ست هوس اربع صفار وبعدين درنا ست بيلود ويندوز انتربريتر ريفرس سي بي تمام ويندوز انتربريتر ريفرس سي بي هو هذا البيلود والهوست اربع صفار وزدنا اكدنا ان البورت 4-4 هي من الاول لكن بعدين درت الارر فقط والله الاسم اللي فيه هذا بس عشان صلى عليك لانه قال انه فيه لا المشكله لما طبعا انا هو سكريبت واتي سهل جدا تعرف عليه مشيت المره الانسان
بالسبلويت فريم ورك. لا مش مركز معاك. انا عشان بيجي بالضبط بعمل بدي اللعب بروح. تيجي حدا يدير يهم وجرب على بالضبط. سيدي غادي لك كوت ايش بصير تاع الترم دي لك كوت بس وين هي تو كلوز هذيك نقدر نفهم من عند شنو الكتاب صح طيب وين صحيح ونص ديفندر ايه صحيح نحن نعم ريفاين نعم لا فنان كنوع شكله فيه اسماء وستارت سيرفس بعد ما ينطفى هو حق بيطفى صح الصح ايه سيرفس حسب انا بسوي سيرفس حتى ابديت سيرفس بتوظفها وظيفتي بتاعها ويندوز دي معاه غيرك ما تبيش ما تعرفش اللي بدير بالضبط حتى هو اساس بيونت حتى ما تعرفش ايه لما تجي تدير حاجه يقول لا ما تديرش هي عرفت في لا ده كذلك نيجي كنا كوبو تا كوبو سوسة قاعد تيجي بس خطفين عليهم شو نصاب صدقه يا يا تشي كمبيوتر احنا ادمن ولا مفيد حتى كيف تدير هذه المدرسة؟
كيف دير السكوت؟ مش عليهم الوقت دي مش مسار ايه بضبط بضبط رانس المواجه بتبشي قديت ماسك تو نديروا الفايل بعد نديروا البروسيس يعني ما مسحاش فايل هو
ترى 100% اوكي. تو فكرت انا بدي افكر شوي. ايه من زمان كنت تصير صدق، من زمان تصير في بشكل بلسنة زي اللي يوجو روجو بلسنة يعني ريل لايف. انت تبي تعدل حاجة هاي شوية يعني، هذه تو بالنسبة للعرب فقط. لما انت تبي تستعمل حاجة عمقية في تعديلات كبيرة، تقدر تكتب كود واحد تبي حاجة تخدم بيها يعني. فكنا نبي نجربه هي سي دي قال كثير زوز كوتيشن ماركس في الامور تمام. يا سلام هيك تخش عليه تتعلم جرب السيستم. السيستم اوبريشن فيل هي يمكن هي اللي جرب فيها زي الديكشن. انت طبعا سي ويندوز يوزر طبعا. ايه هو انت غادي بطريقه هيك دير الكوتيشن بس كود سنجل كود قبل بعد. اوكي. هذا هو الحل. تمام. يقدر يدير سي دي اي كان. شوف هذا ويندوز شكله. كيف يدير ورا؟ ايه مش راح تقول. لا مو متعلق بالغش. قصدي هو في جو راه تقدر تحط حاجه في سيستم تاع الجو اللي تصير. ما عادش في سيستم تاع الجو. لا في فولدر هو. فولدر هو. CD system كم شو مرفات السيستم نحاول نشوفه شن فيه هنا privilege escalation. في طبعا مجموعة كبيرة في واحد بيت سيستم مستعملته في كمان ديك دير شلت ولي خاش على الويب سيستم كيف تسمي الاسم دي في دي هو غادي طيب ولا في لا درايف سي دي درايف فيش دي سي بس اللي هي الفلاش اللي هي الفلاش تاعه اللي هي الفلاش دي هي لا دي هي مش سي دي اي تنتو لا مش ايوه ايه الاسم تنتو كده طيب ما كتير تخدم في ويندوز ولا ما كتير لا تخدم مثلاً أنا در بس نطلع ما عندي إيش ترى يعني هو اللي المتر تو ولا تاني هم مثلاً في عند السكرين شو اللي صار على السكرين تو لا 10 1 7 اطلع لا لواحد تاني انذر هيك دريك دليل انت تو لما في المكان بتقدر تاخذ تقدر بيرود واحد ثاني مع الواحد ثاني وتحطه تو هنا غادي تو الساعه فضلت بعد مش مجموعة كبيرة من الحاجات تقدر تقرا تدير هل تقرا على جميع الكوماند الموجودين في لهم ديسكريبشن تصير لكن ليه ما تقدر تخدم صوت غادي في سبيكر ممكن في سبيكر تقدر تخدم حاجه دي صوت
اللي تذكر هو في سبيكتور في سبيكتور بتاع الياز نفسه لكن هذيك بقى توت توت بس ها؟ طبيب بس لا لا تكتب عادي هذي بريك انت كنت اخذ ملف فوق عند هو ايه ايه تخذ ملف فوق تقريبا تبي تبعت قبل غادي مغير يعني ما يفتح برنامج معين لا انت من هنا تقدر زي سكرين شوت في ريكورد مايك لا يعني بالعكس انا بنشغل الملف فوق عند هو ايه 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 وير شوف هو في شو كم دوري كم هذه بدون لك كم لست ايرو انت خط مثير بس انت في سيس نقدر سكرين شير حق يعني نتفرج عليه بروش مين جافا سكريبت ولا هنا لايف بس اسمع تدلنا يعني هذا لايف لايف سكرين شوتس يتعودوا مدير لك كوب سيرفر مش كوب سيرفر يبعث الفايل وانت فاتحه هنا يعني بقول يبعث سكرين شوتس كذا مره ثانيه لكن انت بتحلها لما بتبدي تفكر في الموضوع لما التارجت يجيبك بتفكر في الموضوع بتدير حاجه بتكتب سوفتوير ممكن حتى لسه بتكتبها هو براحتك في حاجه متاكد ما تكتبها بس تكتب من صفر لك ضروري تعدل ضروري تدير حاجه فيها فكره غريبه شويه روح تمويع شويه حاجه زي كده عشان ينجح الموضوع نعم نطلع الواحد ونص ان شاء الله زي ما امس قلت قلنا مش نزيد الساعه 5 خلاص طب المفروض ان هي تطفي بتاعك من هنا توصل عليك انت مغادي اكيد اكيد تبي تفرج عليك احنا نوصل بعدنا لا مش ار دي بي دير في سكرين شوتس ويبعت لي فيهم هنا ويعرض فيهم في البراوزر بس وصل لا وصل عليك لا كيف صار لنا على خط دار انت التاس فقط انت البروسيس تمام صراحة فن حق والله تايم اوت هنا وهكذا سيشن 3 كلوز تقدر سيشنز اذا كان في شيء دشكيت ولا كيما ممكن في حاجة تعطيك سيشنز اللي ما تبيها المهم ما فيش حاجة لايف قبل ما نديروا بروفيس اسكيليشن لكن ما مش وافي الموضوع ف تمام درنا اليوم مالوير خدمناه في جهاز تاني ست امور الحمد لله واتصل بالاسم بتاعنا درنا لوكال اتاك بريفز سكريشن اتاك على لينكس وفكرنا منه وحصلنا روت صح ولا؟ عندي سلايد زدتها هنا مهمتها هيك تمشي بتاع ما فيش هبه وقت نبو نبي نخدم تور ننزل ندير فيريفاي للتور فيريفاي كنت عرفت قدرنا فيريفاي في بداية اللايف للايزو نفس الطريقة نفس الطريقة لكل شيء حاجة الوحيدة اللي تركز فيها نوع الالجوريزم في اللي يستعمل شو شا 256 في اللي شا 512 في اللي حاجة ثانية هذه اللي بتركز فيها الباقي كلها ديما نفسها ندير فيريفيكيشن خلاص هو الفيريفيكيشن عارف من الطرفين كمان عرفنا شيء صن طالناه اللي من الهدف منه انك تعرف ان الفايل هو لما انا مثلا عندي ويب سايت نزل مني برنامج انا كاتبه كيتعامل فيها تخاف ما عندك ثقه في الناس الثانيه اللي بيديروا منها فورك هذا الاوبن سورس مثلا انت تبي تنزل من هنا انا قلت لك انا اللي شو اسمه هو
تلقاها معناها هنا اللي بدايره الفايل هو طالع من جهاز هنا باذن الله تقع فهمت كيف؟ فبتشبه انت كان لقيتها متغير معناها هو يعني في حد تم دار تلاعب فيه ما اندمج له اتاك او حاجه زي هي او حد كوبي بيست كيو دار تلاعب فيه او يمكن يكون كوربشن داتا كوربشن حاجه زي هي فانت لما درست كمان مش طالع من الاول هاردوير كمساس مشكلة تانية مشكلة الأولى نتكلم عليها إن لما تنزل فايل أو دير كوبي بيست من حد ولا حد تأكد من الشاسم بتاع إنه فعلا جاي من المكان اللي أنت وقت فيه اللي تبي تجيبه فقط بس فهمت أي كوربشن تانية ف نبغى ننزل تور وفيريفاين بإذن الله تعرف كيف تدير فيريفاين بعدين نزل تور الموقع الرسمي بتاع دير فيريفاين بعدين بنستعمل تور از سوكس فايف بروكسي باش بعدين نقدر ندير تور فايف في جهازنا نوع من البروكسي اسمه سوكس فايف يدعم اي اتصال تي سي بي ما يدعمش اي سي ام بي لكن يدعم تي سي بي تور هو اصلا ما يدعمش تي سي بي في اليو دي بي تي سي بي فقط لما يو دي بي يتحول لتي سي بي بيمشي والاي سي ام بي بيمشي تمام بعدين بنستعمل التوري فايل بس يستعمل سوكس فايل بروكسي هو بس يدير يعطيني انونيمتي بالكوماند لاين بروجرامز في لينكس تمام بعدين بنستعمل تور براوزر وبعدين نوريكم شوية مواقع يمكن حتى تحصل منها شوية سكيورتي انفورميشن داخل انونيمتي و الاسم الثاني نفتحوا هيدن سيرفيس على التور وريك كيف تفتح سيرفيس على التور تفتح من الانترنت انت مرات تبي تبعت الاكسبلويت هي لواحد مثلا عايش في امريكا او سروان درت السوشيال انجينيرنج بتاعك نجحت مستعد ينزل برنامج تبي تبعته له تفتح له موقع نفس الوقت تمشي حتى لتبدا تشيل نفسها ممكن انا يعني نبعته عن طريق التور يتصل بي انا من غير بابليك اي بي هذا الشيء انونيمس يعني حتى ما فيش حتى مخاطر ان انا بدي اسير وعنده بابليك اي بي وهكذا في كريت اسهل احسن بتستعمل تور تور تستعمل فيه هلبة في الحاجة هاي حتى رانسوم وير يكون نسبة كبيرة منها حتى هم يستعملوا تور بس يتصل بيه من غير ما حتى يعرفوا من غير ما حتى هم يكتشفوا السيرفر وين لذلك مهم جدا انك تعرف كيف تستعمل تور بالنسبة لي بالتش سيستم هذول بنستعملوا سوكس فايل بروكسي نبغوا نديروا توري فايل و نديروا توري فايل سوكس فايل بروكسي بعدين نديروا سيرفيس وتبدأ عندكم طريقة واضحة مش غدوة نديروا نعطيكم لينكس وكي حاجات نديروا دورة في النتك شوية تعرف كيف تزيد المعلومات غير رسمية من ناس عنونا مسكين يمكن تفيد تمام فأنا حصلت توري صغيرة طبعا هو موضوع سهل جدا ليش بدير بتضيف ريبو للسيستم تاعك تمام خلنا نعطيك من عندي ناس ندير لأن احنا احسن شوية ايوه يا واللي قبل اوكي بدنا من هنا خشيت على السورسز بتلست بالنانو هذا تماما كيوزر عادي لكن بعدين قدرتها بالسودو لان لقيتها ما عنديش برميشن فدير سودو تخش على السورسز بتلست تمام و و
بتضيفها هو على اللاين هذا. نديرو تكست فايل سريع. تمام، فبتفتح فايل هو بتدير هو انتر append this line. Okay, append this line to the sources of this file. Okay. بعدين دير كوماند هو اللي بيعطيك بيعطيك الكي بتاع زي الفينجربرينت بتاع الريبوزيتوري بتاع الدوك، بس ينزل فاليديت اللي بروحه. وبعدين دير سودو سو، سودو سو يعني انك تشغل الروت. وبعدين دير تمام، ابت ابديت ابت انستول ستور. بعدين سيرفيس ستاتس، سيرفيس ستور ستاتس بتشوفها ورا ولا لا. بعدين دير ستارت ودير انيبل، الانيبل هي ما بتشتغلش ضروري دير سيستم ستيل على حسب طبعا السيستم. يعني كنا كاريلينكس كنا بنكتب نفس الطريقة. يقول زي إذا كنت تستعملوني دام سكريبت في بس. نحطوه في البيس لينك هذا ونحطوه في الجروب، هنستعمل الجروب مرة. البيست البيست ملون جميل وضع سنتكس على سكريبت خد مطور تدير اكسكيوتبل زي بكري لما دنا في السيرفر الجونب اسمه بلس اكس وتبدا تخلي فيه دوت سلاش يعطيك تور طول. في حاجه تفضل نعدلها بس يبدا كيف السكريبت طول كاتبي من غير ما تتعامل معه بكره هنا دير داشبورد فقط. وهي حتى هي ما يجيش سكريبت لان انت فاتح نعم كانش بدير هيك كمان زي هو اكو اكو هو هذا يقول بدير لها بن بفايل هو السلام هذا كله يعني اكو معناها اكتبها هي يعرض السطر هو وهون بيعرضه مش هيعرضه في تيرمينال ندير ريدايركشن والريدايركشن مع ابند للفايل هذاك يعني بيشوف فايل هذاك بيزيد عليه مش حيمسحه يزيد عليه السطر هو هذا الطريقه هي يعني يخدم لك طول بدها شويه هي وهذا ماشي سكريبت يقعد لك ديما تو الفيس اسمها ما نقدرش ندير لها ايديت ندير واحده عندك سعرات الجاس جيد اوكي اوكي مليه ندير لها اوكي دوار
جون كنت بلوك شو كان مبسوط هو يعني مجرد خدمة طول يديرك تعطي تدير السودو لك خدمة بالسودو سكريبت أنا فصلت استعمل السودو أكتب قبل السودو خدمة بالطريقة تطلع ايوه فبالخدمة بالطريقة بتدير لاشمود بلس اكس تور سكريبت وين ما حطيتها انت في روحه اول لما ما سميتها وين ما حطيتها فبعدين لما تدير لاريس بيور يخبر شو ندير في هاولي بس فهذا هو بعد ما ادير لاشمود بلس اكس تخش الفولدر اللي هو فيه لاشمود بلس اكس وتعطيه اسمه انت ما عرفش شو بتسميه تدير له كوبي وتحطه في فايل تسميه اي اس بي بعدين بتدير له سودو داش دوت سلاش واسمه وزي هي تو تصير عليك انت تستعمل تور يعني صديق مش يعني نديمة نديمة تندار الواقع بديرها مان بديرها وكان بديرها هلبة بديرها سكريبت وخليه يخدم